مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من زملكاوي. أسبوع صعب على الجماهير البيضاء، أسبوع صعب على مجلس إدارة نادي الزمالك، أسبوع صعب على الجهاز الفني واللاعبين بعد خسارة كبيرة بالثلاثية أمام النادي الأهلي في اللقاء الأخير اللي أقيم يوم السبت الماضي. ضغط مباريات سريع جدا جدا. مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع بعد نهاية المباراة بأقل من 24 ساعة لبحث أمور الفريق في الفترة القادمة. تم إغلاق ملف طبعا اللقاء بعد الهزيمة الكبيرة. بلا شك مجلس إدارة نادي الزمالك خرج المستشار مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بعد نهاية مجلس إدارة نادي الزمالك اللي اجتمع بعد نهاية اللقاء زي ما قلت لحضراتكم في تاني يوم الساعة 3 ظهرا. هناك العديد من العناوين اللي خرج بها هذا الاجتماع هنناقشها مع حضراتكم بالتفصيل وهنقولها بالتفصيل. لكن ما فيش شك كل من شاهد هذا اللقاء الزمالك يمكن أدى لقاء طيب جدا جدا حتى الدقيقة 60 من بداية المباراة، وكأن 30 دقيقة الأخيرة كأنها مباراة أخرى غير 60 دقيقة الأولى. هناك العديد من الأخطاء أكيد هيصلحها الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جيزوالدو فيريرا قبل لقاء غدا الهام جدا أمام غزل المحلة. وغزل المحلة بيتمتع بفريق قوي هذا الموسم يقوده فنيا كابتن عبد الباقي جمال. بعد أقل من يعني 3 أيام دخل نادي الزمالك معسكر في محافظة كفر الشيخ استعدادا لقاء غدا إن شاء الله أمام غزل المحلة الساعة 5 عصرا. نتمنى لنادينا الحبيب، للفريق نادي الزمالك الحبيب، الخروج سريعا من أثار الهزيمة الأخيرة وإغلاق ملف الهزيمة الأخيرة تماما والبحث في الثلاث لقاءات قادمة الغاية في الأهمية. غدا إن شاء الله لقاء غزل المحلة، ثم لقاء فيوتشر، ثم لقاء فاركو، ونصل إلى نهاية الدور الأول. وبعد قرار مجلس الإدارة اللي هيتم إعلانه بنهاية لقاء فاركو بغض النظر عن النتائج الثلاث مباريات القادمة، ده كان عنوان مجلس الإدارة. أمس المستشار مرتضى منصور صرح في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الإدارة مباشرة في العديد من العناوين، هنجيب جزء من المؤتمر إن شاء الله لحضراتكم هنتناقش فيه وهنقوله بالتفصيل. لكن أبرز عناوين يمكن مجلس الإدارة والمؤتمر الصحفي أمس، المستشار مرتضى منصور حسم مصير المدير الفني بعد مواجهة فاركو في الدوري نظرا لضغط المباريات على التوالي والمتتالي بلا شك. وأكد المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة النادي الأبيض اتخذ قرارات مهمة سيتم الإعلان عن بعضها عقب مباراة فاركو في الجولة 17 للدوري الممتاز. تم التصويت على مصير المدير الفني وسيتم إعلان القرار بعد مباراة فاركو في ظل ارتباط الفريق بمباراة غدا أمام غزل المحلة، ثم مباراة فيوتشر، وثم مباراة فاركو. مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض بالإجماع استقالة المشرف العام على الكرة. أكد المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة نادي الزمالك رفض بالإجماع استقالة أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بالنادي، وأوضح رئيس النادي أن مجلس الإدارة رفض الاستقالة بالإجماع وتمنى في المرحلة القادمة المزيد من التوفيق لفريق كرة القدم. أنا أعتذر لجماهير الزمالك على خسارة القمة، ودي يمكن اعتراف بمسؤوليات مجلس إدارة نادي الزمالك. وزي ما بيتقال مجلس الإدارة طالما هو شريك في منظومة النجاح أكيد عند أي إخفاق مجلس الإدارة يتحمل جزء كبير من مسؤولية الإخفاق. وأكد المستشار مرتضى منصور أنه يتقدم باعتذار لجماهير نادي الزمالك العظيمة بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الأبيض في لقاء القمة الأخير أمام النادي الأهلي في الجولة 14 في الدوري الممتاز. يعني قال جماهير الزمالك نامت حزينة بالأمس، ولكننا لا نتدخل في عمل المدير الفني ولا نفرض عليه رأيا فيما يخص مشاركة لاعب من عدمه. الزمالك بيتقدم بشكوى ضد تجاوزات اللاعب كهربا. يمكن بعد لقاء القمة ظهر فيديو انتشر في العديد من الصفحات وانتشر في العديد من المواقع، وأرسل نادي الزمالك فيديو
مرفق فيه الشكوى تدمن قيام كهربا بالتجاوز في حق نادي الزمالك مع جماهير النادي الأهلي بعد المباراة، وأرسل شكوى أخرى للاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة اللاعب على الرغم من قرار الفيفا بإيقاف اللاعب. الزمالك بيطالب الاتحاد السكندري بإعادة محمود علاء في يناير، وأكد المستشار مرتضى منصور أنها يطالب محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء الفريق مدافع الفريق الأبيض المعار للاتحاد غدا بعد أن تمت إعارته لنادي الاتحاد السكندري مجانا. ويمكن النهارده محمود علاء هو كان صاحب هدف الفوز للاتحاد السكندري في شباك حرس الحدود من ضربة جزاء أحرزها في دقيقة 83 من زمن بداية المباراة، ومحمود علاء ساهم بشكل كبير جدا في فوز نادي الاتحاد السكندري. وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي: سنعيد المبالغ التي حصل عليها محمود علاء من الاتحاد على أن يعود اللاعب في شهر يناير الحالي. آخر تصريحاته المستشار مرتضى منصور: فريرة من طلب التعاقد مع سامسون أكينيولا وإبراهيم نضاي، وقال أن سامسون سجل 28 هدف مع نادي قبل الانضمام للفريق الأبيض، ونضاي تعرض للإصابة لكن المدير الفني رفض الاعتماد عليه بعد عودته للتدريبات. دي أهم يمكن ما قاله المستشار مرتضى في المؤتمر الصحفي أمس. والنهاردة عندنا العديد من الأخبار لطبعا نادي الزمالك. الزمالك خلاص أعلن قائمة مباراة غزل المحلة غدا، واللي هيخوض بيها اللقاء إن شاء الله بتضم حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم، خط الدفاع عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد عبد الشافي، وحاتم سكر. خط الوسط محمد أشرف روقة، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبد الله نيمار، سيف جعفر، أحمد مصطفى زيزو، ومصطفى شلبي. خط الهجوم سامسون أكينيولا، سيف الدين الجزيري، هو يوسف أسامة نبيه. وقف عند يمكن محمد نديم ضمه جيزوالدو فيريرا لقائمة اللقاء، عايز يديله الثقة مع طبعا الفريق الأساسي، وضم حاتم سكر أحد الناشئين المميزين مع خط الدفاع القوي بقيادة عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، ومحمد طارق أيضا، ومحمد عبد الشافي، ومعهم حاتم سكر. نتمنى طبعا يعني كل التوفيق. هيغيب عن الزمالك كوكبة من اللاعبين في هذا اللقاء، على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق وكابتن الفريق، والتونسي حمزة المثلوسي بعد يمكن شعورهم بالإجهاد الجسدي وعدم خوضهم التدريبات الختامية للمباراة. هذه طبعا التدريبات الأحماء والتسخين قبل اللقاء الأخير، وحمزة المثلوسي بيغيب بسبب الإصابة في شد في عضلة السمانة. أدي شيكابالا نجم الزمالك طبعا وهدافه أحد الأيقونات الذهبية الفنية لنادي الزمالك بلا شك من عظماء كرة القدم الحديثة ومن أمهر لاعبي كرة القدم الحديثة شيكابالا. استمرار غياب أحمد فتوح عبد الله جمعة لعدم الجاهزية الفنية، استمرار تأهيل إبراهيم نضاي والونش، تواجد يوسف حسن مع منتخبنا الوطني للشباب. أدي لقطات مع سيد نيمار وشيكابالا وعمر جابر. حابب يعني واحنا بنشاهد اللقطات الأخيرة من التسخين والأحماء ونتحدث عن قائمة اللاعبين غدا في هذا اللقاء المهم أمام غزل المحلة، نروح على الهاتف مباشرة مع أحد نجوم نادي الزمالك وأحد أمهر لاعبي كرة القدم المصرية ونجم نادي الزمالك ومحللنا الرائع كابتن حمادة عبد اللطيف. أهلا بيك كابتن حمادة. تحياتي ليك كابتن خالد، أهلا بحضرتك. كابتن حمادة يعني دايما يعني بنجد في حضرتك الصوت المتوازن، التفكير المتوازن، العائل، النظرة الصائبة. كيف تنظر إلى لقاء غدا الفترة دي وقبل لقاء غدا؟ طالب ايه من الجهاز الفني؟ طالب ايه من اللاعبين؟ رؤيتك للقاء غدا امام غزل المحله وبعد الهزيمه الاخيره امام النادي الاهلي؟ طبعا
أول حاجة أنا هبدأ كلامي رسالتي طبعا للعيبة والجهاز الفني. الدوري لسه طويل جدا، فاضل 3 ماتشات في الدور الأولاني و17 ماتش، يعني حوالي 20 ماتش، يعني 60 نقطة. أكيد إحنا كان لينا تعثرات والفترة اللي فاتت ما كناش في مستوانا، بس دايما اللي بيحب نادي الزمالك وبيدعم نادي الزمالك دايما يبقى في نظرة تفاؤل ونظرة أمل. لازم نصحح الاخطاء اللي فيها، سواء اخطاء لعيبه او اخطاء جهاز فني، وده شيء وارد طبعا. لعيبه ما تكونش في مستواها والمدير الفني ما يكونش في يومه، او مثلا اكتر من ماتش مش ده المستوى بتاع نادي الزمالك. لكن بقول لهم لسه بدري، خلي بالكم، اوعى اليأس او الاحباط يوصل لكم، بس انتوا اللي هتبعتوا الامل للجماهير من خلال ادائكم في الملعب، من خلال اخلاصكم، من خلال الروح العاليه اللي هتتميزوا بيها في 90 دقيقه، من خلال التيشيرت اللي انتوا لابسينه اللي هو تيشيرت نادي الزمالك، ده حاجه راقي او نادي الزمالك تاريخ. فاوعى حد يعطلك، انت اللي هتعطل نفسك، هتعطل نفسك. اوعى حد يعطلك، حلوه قوي، صح. اوعى حد يعطلك، انت اللي هتعطل نفسك لو ما صدقتش نفسك ان لسه الدوري طويل، لسه 20 ماتش ب 60 نقطه. انت اللي هتقول انا موجود او انا مش موجود، ده من خلال ادائك في الملعب، من خلال تمريرتك كويس، من خلال اخلاصك للتيشيرت اللي انت لابسه. فلازم المرحله دي صعبه، خلي بالك يا خالد. ابتداء من بكره والماتشين الجايين لغايه نهايه الدور الاول، بتقفل دور اول. انا فقدت نقاط كتير من بدايه الموسم، انا خسران ماتشين ومتعادل 5، صح. يعني فاقد حوالي 16 نقطه. ايوه تمام والكمال، يعني كده انا مش عارف. فعايز 3 ماتشات دول ابتداء من بكره عوده الروح بقى لاداء اللي عندنا الزمالك، اللي انت دايما تبص ماتش بماتش. وبقول الدوري طويل، وافتكروا السنه اللي فاتت كنا متأخرين ورجعنا، بس رجعنا عشان كنا بنأدي أداء محترم، كنا عندنا إخلاص، كانت روحنا عالية في الملعب، كنا كلنا بنحب بعض. وخلي بالك من كلمة بنحب بعض، لازم يرجع الروح الموجودة بتاعت السنة اللي فاتت، لازم تبقى موجودة. أنا كنت شايف الماتشات اللي فاتت في لعيبة بعيدة عن بعض، فأنا عايز الروح ترجع تاني وتكون البداية من بكرة. واي نوت، يعني ليه لأ؟ يعني بقى لسه الدوري طويل، فبلاش اي يأس او احباط. لا، انتوا ابطال، انتوا خدتوا دوري سنتين، انا عايز السنه الثالثه برضو اكون متواجد واخد دوري واخش بطوله افريقيا. ده الكلام اللي يتقال، لكن اي كلام تاني يا خالد يا كابتن خالد يتقال ده ما يبقاش حد زملكاوي. لازم تدعم فرقتك، لازم تقف جنب ناديك، لازم اللعيبه تحس بجمهورها، اللعيبه تحس بجمهورها ان هي تفرح الجمهور دوت اللي هو عمره ما بيبخل على لعيبه نادي الزمالك على مستوى العصور. من ساعه ما لعبنا لغايه دلوقتي دايما بتلاقي جمهور نادي الزمالك اللعيب ليس رقم 12، لا، اللعيب رقم 1. فاتمنى ان شاء الله البدايه تكون غدا، عوده لتصحيح المسار الى الافضل يكون غدا. العبوا وادوا، هتلعب كويس، وحتى لو حصل اي نتيجه عكسيه هنقول لا انت كنت كويس، لكن الفترات اللي فاتت ما كانش في اداء ولا مكسب، وده اللي كان مزعل. ولا اداء ولا نتيجه، هو ده اللي عايز تقوله. نتيجه اللي كان مزعل طبعا جماهير نادي الزمالك. انت عارف جمهور الزمالك ده ايه من ذواق لكره القدم. تلعب وادي اللي عليك والجمهور بيحس بيك لان هو منك وانت منه. ان شاء الله القادم من بكره ننسى اللي فات، نفكر في القادم اللي هو ابتداء من بكره مباراه المحله، نبدا ونكسب ان شاء الله ونواصل تالقنا. والدوري طويل. انا بقول لهم انتوا اللي هتعطلوا نفسكم، محدش هيعطلكم. ادائكم في الملعب هو اللي هيكسبكم ويرجعكم. قرار مجلس الاداره بالاجتماع امس واعلان القرار بعد نهايه فاركو، من وجهه نظرك كابتن حماده، عدم الاعلان عن القرار قبل لقاء غدا والانتظار حتى لنهايه لقاء فاركو، من وجهه نظرك قرار صحيح في توقيته؟ عدم الاعلان عنه كان شيء من الاشياء الايجابيه؟ بص يا كابتن خالد، انا دايما ما بحبش اتعامل مع المدير الفني بالقطعه، لكن انا كعماد عبد اللطيف دايما بيبقى عندي التقييم بعد نهايه الدور الاولاني. اقدر اقيم اشوف انا لعبت كم ماتش، خسرت كم ماتش، مستوى الفرق ايه، تعديلت، هل انا في المنافسه ولا بعدت عن المنافسه. لكن ما تقيمش دايما بعد طبعا هزيمتنا من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان افضل مننا وكان يستحق المكسب، كنا كلنا زعلانين. فاي قرارات بتبقى متسرعه ما بتبقاش في صالح التيم، وانا دايما من النوع اللي بحب الاستقرار. لا، نخلي مستر بريرا موجود، والتقييم زي ما مجلس الاداره قال هنشوف لغايه بعد ماتش باركو، تكون قيمت نهايه الدور انت وصلت فين، عملت ايه، نتائجك ايه، ترتيبك كام،
ده التقييم، لكن ما قيمش دايما وانا متسرع او انا غضبان، لان ممكن القرار ما بيبقاش في صالح النادي. ايوه اعتقد القرار كان جيد للانتظار، لان برضه نادي الزمالك لا يصلح له الا مدير فني اجنبي، بس احنا مش عايزين نسبة الاحداث، لان لسه الكوره في ملعب لعيبه نادي الزمالك، لسه صح. الدف طويل وموجود. فيا جماعه لازم كله يدعم. انا عايز بكره الناس استاذ المحل جمهور الزمالك ان شاء الله هيكون متواجد، وده عادته. لازم نقف، تقف معايا وانا في وضع مش كويس، او انا في وضع مش حلو. لكن لما طلع بقى كويس خلاص، والناس كلها هتقول نادي الزمالك كويس. لكن الفتره دي محتاجه دعم الجمهور. وده يمكن اللي أكد عليه المستشار أمس وقراره إن غدا الساعة 10 صباحا من أمام نادي الزمالك حافلات مجانية لنقل جماهير نادي الزمالك للقاء. اعتقادي الشخصي يعني برضو شيء إيجابي لدعم أكيد طبعًا اللاعبين في هذا التوقيت. أي قرار طبعًا بيتخذه مجلس إدارة دايمًا بيكون في صالح النادي وصالح الفرقة وصالح الجمهور، ومش عيب إن أنا أوفر لناس يعني مخلصة ليا طول العمر جمهور نادي الزمالك. إيه المشكلة لما أوفر لهم تيكتات ويروحوا يحضروا الماتش؟ الناس دي بتضحي صح أكتر مننا يا كابتن خالد. أيوه كلامك مظبوط. بيضحي أكتر مننا، وأنا بقول لهم دايمًا شابوه، أنتوا جمهور جميل، ودايمًا واثق إن بكرة إن شاء الله بإذن واحد أحد هتكونوا موجود في الملعب في غزل المحلة، وإن شاء الله تبقوا أكبر داعم بتشجيعكم وإخلاصكم وروحكم الحلوة لناديكم، اللي بكرة إن شاء الله يتحقق الفوز وتبقى البداية من بكرة عودة لتصحيح المسار الفني لنادي الزمالك، لأن إمكانيات لاعب نادي الزمالك أحسن من كده. إن شاء الله تبقى العودة بكرة يا كابتن خالد. لكل جواد كبوة كابتن حمادة، ونقول إن لقاء الأهلي أو الهزيمة أمام الأهلي كبوة، لو قلت نصيحتك في دلوقتي مجموعتين من اللاعبين، مجموعه من اللاعبين اللي ساهموا وحصلوا على بطوله الدوري موسمين متتاليين واكثر من بطوله لكاس مصر، ومجموعه من اللاعبين الجدد اللي انضموا مع بدايه هذا الموسم، نصيحتك لدول ايه ونصيحتك لدول ايه؟ انا نصيحتي هتبقى كلها للجميع يا كابتن خالد. لده او لده؟ لده او ده. اعملوا تاريخ لنفسيكم داخل نادي الزمالك. عندكم فرصه، انتوا بتلعبوا في نادي كبير قوي اسمه نادي الزمالك، نادي جمهوره كبيره، كل الامكانيات متاحه ليكم. اعمل تاريخ لنفسك ولناديك، عشان بعد 10 15 سنه الناس تفتكر سواء الابطال اللي هم جابوا بطولات او اللعيبه اللي هي لسه منضمه حديثا. وبقول لهم الكوره في ملعبكم، انتوا اللعيبه اللي بتلعبوا 90 دقيقه في الملعب، انتوا اللعيبه الرجاله، الكوره في ملعبكم. اوعى حد يحبطك، اوعى حد يئسك. انت اللي هتحبط نفسك او هتيأس نفسك لو ما كنتش كويس، ما كانش عندك روح وحماس واخلاص في الملعب. وانا كل ثقه زي ما انت قلت يا كابتن خالد لكل جواد كبوه، بس علينا التعلم دائما صح من اخطائنا. ما طبعا ما بحبش العين انا، ما بحب يعني شوف انا لو لعيب مثلا بشوف انا كنت وحش ليه، ما عانيتش الحاجه اللي كنت وحش فيها، احاول اتجنبها. كذلك صح. مدير فني كان سيء في ايه او مش جيد في ايه، اتجنب، لان مش هتصلح خطأك غير ما اول حاجه تعترف بخطأك. صح. يبقى عندك النيه اللي انت تصلح، لكن طول ما هتعند مش هتصلح اخطائك. لكن انا واثق بكره تكون بدايه جيده ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا كابتن حماده. كابتن حماده عبد اللطيف الحاوي، احد نجوم كره القدم على مر التاريخ في نادي الزمالك، واحد نجوم حتى كره القدم المصريه، زي ما هو قال في وسط كلامه وانا حاسس بكلامه، بيقول للعيبة العب لنفسك والعب لذاتك والعب لشخصك والعب عشان الناس تتذكرك بعد 10 15 سنة ان انت صنعت تاريخ مع ناديك ومع منتخبك ومع بلدك. اعتقادي الشخصي هو ده اللي هيبقى، اللي هيبقى تاريخك وانجازاتك وبطولاتك وادائك الرجولي الحماسي داخل المستطيل الاخضر. خليش حد يشتتك عن هدفك الاسمى والاهم، هو الحماس والقتال والمنافسة الشريفة للحصول على اللقب. ده كان مكالمة مع كابتن حمادة عبد اللطيف أحد نجوم نادي الزمالك على مر التاريخ حول لقاء غدا أمام غزل المحلة. بأكد لحضراتكم برضو كل جماهيرنا الكبيرة العريضة اللي زي ما قال كابتن حمادة هي رقم واحد في أي انتصار وبأي فوز، إن غدا إن شاء الله من أمام باب نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك قرر بحافلات مجانية لجمهور نادي الزمالك العظيم، وده أقل حاجة يمكن نقدمها لجمهورنا الحبيب اللي عايز. لو عندنا لقطات من ماتش الزمالك والأهلي رغم الهزيمة أمام النادي الأهلي، لكن حتى في الدقائق الأخيرة ورغم
تأخر الزمالك في هذا اللقاء، لكن تشعر أن جماهير الزمالك العاشقة للكيان بغض النظر عن نتيجة اللقاء اهي بصوا يعني ده ايه، ده ساعة بعد كمان هدف واتنين متهيألي من هذا اللقاء، تشجيع دائم ومستمر بشكل رائع جدا جدا جدا. وقد ايه جمهور اللي امام حضراتكم ده فوق راس كل زملكاوي، فوق راس كل مسؤول زملكاوي، لان ده يعني بيتكبد المشقة والتعب حتى الامكانيات المادية في شراء التذاكر والفان اي دي والذهاب للملعب قبل المباراة 3 و4 ساعات. له كل الاحترام والتقدير من كل عضو مجلس إدارة داخل نادي الزمالك ومن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، تقديرا لي يمكن دوره المهم. كان عرضت صورة يعني يوم الاستوديو التحليلي لاتنين نايمين في الاستاد حبا في نادي الزمالك، وشوفوا العشق، لما العشق للنادي، العشق للوطن او الانتماء للنادي والانتماء للوطن، ما هو الانتماء للنادي ده جزء من انتمائك لوطنك الاكبر وهي جمهورية مصر العربية. لما تحب بلدك هتعمل كل حاجة ايجابية لمصلحة ناديك والبلدك عشان تتقدم للامام، وده المطلوب. اوعى تفكر دايما في اللي وراك، او اوعى تفكر في الامور السلبية، او اوعى تفكر في نصف الكوب الفارغ، دائما وابدا فكر فيما هو قادم، متفائل، حابب اللي انت بتعمله، حابب ناديك، حابب بلدك، بتعمل اللي بيمليه عليه ضميرك، سواء كنت لاعب سواء. ادي الصوره، صوره من الصور اللي انا شخصيا وقفت قدامها الكثير والكثير. شوف الحب والعشق، النوم داخل مدرجات استاد القاهره الدولي، وقبل ساعات من بدايه المباراه حبا وعشقا في الكيان الابيض او في البيت الابيض اللي هو ياما يعني صال وجال نادي الزمالك في كل البطولات وكل المحافل. ودايما لما زي ما كنت لسه بتكلم مع الكابتن حماده، لما بيبقى في كاب وما فيش فريق في العالم بيستمر على نفس الخط التصاعدي في كل البطولات، بيجي عليك فتره من الفترات بتبقى غير موفق، بيجي عليك فتره من الفترات بتبقى الاوف داي زي ما بيقولوا، بيجي عليك فتره من المباريات والبطولات بيبقى الحظ مش حليفك او التوفيق مش حليفك او بتبقى مرهق او يعني. انا نفسي كنت بسال ليه في المباراه الاخيره حمزه المسلوسي خرج، النهارده لما قريت ان حمزه المسلوسي عنده شد وخرج بره القايمه واضح الاجهاد. خلينا نتكلم بامانه، هناك عوامل كثيره جدا 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 في الفوز، وعوامل كثيره جدا 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 في الخساره. زي ما قال الكابتن حماده وبستشهد بكلامه، وده رايي الشخصي، لابد من التعلم من الاخطاء، لازم تعرف خطأك ايه وتحط ايدك عليه وتبقى عارفه كويس جدا وتعمل على تلافيه في المستقبل. ان انت تكابر وما تقولش ان انا اخطأت، او ان انت تكابر وتقول اللي انا عملته صح لكن الظروف ما قدتنيش ان انا افوز، لا، لابد الاعتراف بالخطأ، لان الاعتراف بالخطأ هو اول الطرق لتصحيح هذا الخطأ وللنجاح في المستقبل. عندنا تقرير كابتن محمود أبو رجيلة، طبعا تاريخ طويل في كرة القدم، تاريخ طويل في بطولات نادي الزمالك، له اسم من ذهب داخل جدران القلعة البيضاء. ما فيش موقف لنادي الزمالك سواء سعيد، موقف حزين، اللي تلاقي الكابتن محمود أبو رجيلة أول واحد بيبقى موجود وداعم لنادي الزمالك في كل الأحوال. كابتن محمود أهلا بيك معايا في زملكاوي. مساء الخير يا حبيبي، وازيك يا غالي يا ابن الغالي. ربنا يخليك كابتن محمود، ويعني انا بستمتع بيك حتى في اخلاصك وانتمائك رغم الظروف الصحيه، ان انت بتصر ان انت بتيجي استاد القاهره الدولي مع المهندس رحاب ابو رجيله وتحضر اللقاءات وتشد من ازر اللاعبين والجماهير رغم المشقه الكبيره، لكن بتبقى حريص على الحضور في بعض المباريات اللي تسمح ليك ظروفك الصحيه ان انت تيجي وتحضرها. كابتن محمود عايز اقول لحضرتك حاجه، البيت الكبير دوت صعب ان الواحد يعني يلغيه، لان البيت الكبير ده صاحب الفضل علينا من ساسنا لراسنا. كل اللي احنا عايشين فيه ده خير نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك بالنسبه لنا ده لما كنا بنشتغل في اي حته، يعني كنت اكتب كده محمود ابو رجيله لاعب او مدرب نادي الزمالك،
المبلغ اللي انا هاخده باخد 10 اضعافه عشان انا لاعب او مدرب في نادي الزمالك. ونادي الزمالك طول عمره بسم الله ما شاء الله، انا في نادي الزمالك من سنه 54، في عمالقه وفي ناس على اعلى مستوى، وربنا يكرم مجلس ادارتنا ويكرم استاذ مرتضى، ربنا يوفقه في كل اللي جاي ان شاء الله، وشايل حمل كبير جدا، وان شاء الله الامور تبقى كويسه وتحت امر حضرتك. كابتن محمود، شايف ايه الاهم من وجهه نظرك الفنيه، وايه الاهم من وجهه نظرك المعنويه قبل اللقاء غدا امام غزل المحله؟ الفتره اللي فاتت من شهرين او من ثلاثه، من ساعه الاستاذ مرتضى ما كان موجود كرئيس نادي، ايوه، باستمرار بياخد الناس دي وبيقعد معاها في مكتبه، وما بيبقاش فيه رد فعل ابدا ولا حد يعرفه، وهو عنده بسم الله ما شاء الله، عنده بيقدر يجمع الناس بسرعه ويصالحها بسرعه. دلوقتي احنا مش وقت الهدم، احنا دلوقتي عايزين بناء من الناس، لان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في البروف وفي المساعدين اللي معاه وفي لعبتنا، لان لعبتنا دي جايبه 2 دوري وجايبه 2 كاس، فمش يعني مش مش مشكله ابدا ان احنا الله لا يقدر لا يقدر ان احنا نخسر في سنه يعني. واخد بالك؟ عندنا احسن مجموعه لاعبين طالعين من، في 6 لاعبين طالعين من القطاع الناشئين. منهم هم الـ6 بيلعبوا، منهم 4 بقوا اساسيين في الفريق. اذا كان في شويه اصابات او لخبطه او اي حاجه، بالهدوء خالص، وانا شايف ان امير يعني هادي شويه، وان الاستاذ مرتضى ربنا يديله الصحه ويعافيه، باستمرار بيقدر يصد الهجمات دي، هجمات المرتده دي باستمرار هو بياخدها بسهوله. فلابد ان احنا ندي ثقه كبيره جدا للبروف والجهاز اللي معاه، وما نحسسهوش ان هو يعني لو حصل كده هو هيمشي ولا حاجه. الراجل اشتغل قبل كده وجاب بطولات واسمه كبير وبيشتغل، يعني حتى لما حد عنده توفى راح يوم واحد وجه، يعني بيحب النادي. وعلى فكره دي الامور لازم تهدى، واحنا عندنا 18 لعيب يقدروا يلعبوا في اي حته في مصر وخارج مصر. وعندنا في مراكز كتيره اكثر من 1 و2. اللي انا بطلبه منه بس ان هو لازم يثبت فريق، يعني على الاقل يثبت 9 لاعبين في مراكزهم ماتشين 3 ورا بعض، مش لازم كل مباراه. يعني الماتش اللي فات دوت كنا الشوط الاول ماشيين كويس، لما عمل التغيير اتلخبطت الفرقه، لان اللعيب اللي بيبقى بيلعب غير اللعيب اللي بيخش من الدكه، ما بيبقاش دخل المباراه، ما بيبقاش دخل للجيم خالص. فانا يعني عمري ما عدم الثقه في البروف، مدرب عظيم وعالمي وجاب لنا بطولات سواء المره دي او المره اللي فاتت، عايزين نصبر عليه ونسيبه يشتغل بهدوء، والناس اللي معاه تشتغل بهدوء، وان شاء الله ان شاء الله بخبره رئيس النادي المحترم والمدير الكوره المحترم، ان الامور تبقى هاديه وفي اوضه مقفوله، وكره القدم يعني هم اللاعبين يوم بيبقى يوم مش كويس ويوم يبقى يوم كويس، فان شاء الله ان شاء الله نقدر نلم الموضوع بشكل كويس. وانا شايف ان الموضوع لو اتلم زي ما كان بيلمهم الاستاذ مرتضى ويقعد معاهم وياكل معاهم ويكلمهم ويضحك معاهم، يديهم ثقه في نفسهم، ان شاء الله الامور تبقى كويسه باذن الرحمن. ان شاء الله. كابتن محمود، بشكرك على دعمك الدائم لنادي الزمالك ودعمك لمجلس اداره نادي الزمالك وللاعبين وايضا للجهاز الفني، وده المطلوب من رموز ونجوم نادي الزمالك في هذه الفتره الحرجه. خلينا نعترف ان هي فتره حرجه صعبه، الخروج منها هو اللي بيبين الكبير، وشام الكبار الخروج باسرع ما يمكن ان شاء الله من الكبوات.
هكمل اخبارنا مع حضراتكم. عبد العزيز السيد حكم للقاء غدا ان شاء الله، معاه سامي هلهل، يوسف البساطي، العتباني حكم رابع، الفار لمحمد الشناوي، ومعاه شهاب راشد، ده طاقم التحكيم في لقاء غدا. نتمنى كابتن عبد العزيز كل التوفيق. طاقم التحكيم هو منظومة التحكيم أحد العناصر المهمة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر. منتخب الشباب يخوض يعني مرانه الأول بمعسكر إسماعيلية استعدادا لكأس الأمم اللي راح فيه يمكن يوسف. منتخب الشباب تحت 20 سنة راح مرانه الأول وخاض مرانه الأول استعدادا لبطولة كأس الأمم تحت 20 سنة اللي هتقام في مصر إن شاء الله من 18 فبراير وحتى 12 مارس. كابتن محمود جابر طالب الجميع بالدخول في أجواء هذه البطولة وبذل أقصى جهد من أجل الوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة تحت إشراف الدكتور ماجد هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، وشدد على اللاعبين بضرورة الاهتمام بالتغذية والاستشفاء باعتبارهما من أهم العناصر لتجهيز اللاعبين بدنيا قبل البطولة، وقال إن هو سيكون هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين بشكل دوري. الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني كابتن محمود جابر مدير فني، كابتن كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب، كابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، هاجد هاني دكتور هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي تحميل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبد الجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، أحمد إيهاب إداري، وعلاء سعيد مهمات. ومنتخبنا طبعا هو في المجموعة الأولى بتضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. كأس الأمم الأفريقية تقام على 3 ملاعب في القاهرة والأسكندرية وهيئة قناة السويس في الإسماعيلية. جلسة هامة بمناسبة المنتخبات بين فيتوريا وميكالي للترتيب لمعسكري المنتخب الأول والأولمبي. البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عمل جلسة مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة من أجل تنسيق اختيارات اللاعبين، لا سيما أن المنتخب الأولمبي مرتبط بخوض مباراتي زامبيا ضمن منافسات التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وفيتوريا أعلن هو خاض 3 مباريات ودية برفقة المنتخب الأول أمام النيجر ثم ليبيريا، ثم نجح في تحقيق الانتصار على منتخب بلجيكا في الكويت نوفمبر الماضي، وبيستعد لمواجهة ملاوي ضمن مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. 4 وجوه جديدة على رادار فيتوريا استعدادا لمنتخب مارس القادم. دخل عدد من الوجوه الجديدة في حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني منتخبنا الوطني ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقية والمقرر إقامتها في يناير 24. مركز الظهير الأيمن تحت أنظار البرتغالي بعد إصابة أكرم توفيق طبعا بالرباط الصليبي، نتمنى له كل الشفاء والعودة مرة أخرى. في سمير فكري لاعب الداخلية، عبد الرحمن جبنة لاعب المقاولين، محمد هاني لاعب الأهلي، هو كريم طارق لاعب طلاء الجيش بشرط استمرار مستواهم المميز والحفاظ على ثبات المستوى. 4 مرشحين بعد إصابة أكرم توفيق، وده بيدي أمل يعني، نتمنى الشفاء وعودة أكرم توفيق يا رب. أكرم من اللاعبين المجتهدين جدا في النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، نتمنى له الشفاء ونتمنى للأربع لاعبين التوفيق في الفترة القادمة حتى يتم اختيارهم بشكل أميز لمنتخبنا الوطني. هنروح لجزء من مؤتمر أمس، وأهم ما جاء في مؤتمر أمس اللي عقده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد انتهاء مجلس الإدارة اللي عمله مع كافة الصحفيين وتلقى كل الأسئلة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. ثم فاصل ونعود لحضراتكم، نستقبل أول ضيوفنا النهاردة كابتن وليد صلاح عبد اللطيف بعد أهم ما قيل في مؤتمر أمس، ثم فاصل والعودة مرة أخرى لحضرتك. الرياضة مكسب وخسارة، إيه المشكلة؟ تغلب وتتغلب وتتعادل، إنما إنك أنت اللي تخسر بإيدك. وعندنا إحنا شفنا اتفرجنا
الولد بتاع خط النص اللي بيعي على طول ده اسمه حمدي فتحي، ما قربش من عند الزمالك الا ما شلنا عمرو السيسي. قلنا له اتفضل. مسلوسي كان منع معلول ده ولا مغلول ده يعدي، كلنا شفنا. قلنا له افتح الطريق خش. محمد عبد الشافي احسن واحد كان في الملعب عشان الواد ابو شعر منكوش ده يعدي. احنا اللي عملنا كده في نفسينا. سيف الجزيري من احسن لعيبه في الماتش طلعناه. عمرو السيسي طلعناه. احنا عندنا احسن فريق يا جماعه. بس انا دايما اقول من فضلك كلكم سمعتوني، كل لاعب يلعب مكانه. انا محامي ما ينفعش ابقى دكتور، والدكتور ما ينفعش يبقى مهندس. ما ينفعش. تحملنا وتحملنا. من بعد البطوله بتاعت اللي كانت لعبه في قطر، وبعدين انا ممكن اتحملك في شوط، في ماتش، في ماتشين، لكن اتحملك في بطولات عماله تضيع؟ لا انا اسف. وقول العيال اللي عامله نفسها زملكاويه وفرحانه وعماله تقل ادابها، لا انا بلعب ولا علاء مالت بيلعب ولا اسماعيل، ما حدش بيلعب فينا. هذا الرجل خد كل الصلاحيات اللي ما خدهاش مدير فني في التاريخ. تاني، هذا الرجل ما قعدتش معاه من ساعه ما جه مره كلمته ده بيلعب ليه وما بيلعبش ليه. كل المنظمه بتشوفها دي دعم دعم، شد حيلك وخليك مع العيال. ف شيء محزن، والهند بيورث الكفر. وبعدين انا ممكن اعاند صاحبي اخو، بعاند نفسي. احسن لعيبه جت في تاريخ الزمالك الصفقات الجديده اللي هو مختار، اللي عايزين يدوا ايحاء انه سامسون اللي اختاره، لا هو اللي مختاره. اول واحد اختاره سامسون، وتاني واحد ابراهيم الضايع. بس مش معقول يا جماعه كل لاعب صابع رجله وجعه يقعدوا ست اشهر، ولما يخف يقعدوا ست اشهر تانيين. يعني ابراهيم ده ما اعرفش لعب ماتش تقريبا يا كابتن، تقريبا ماتش موسم كامل اهو، نص الموسم خلص وهو ما لمسش كوره. واحنا قلنا ما بنتدخلش، ما بنغيرش الثقه. طبعا جزء كبير تحكيم زي ما انت شفتوا، ثلاث متوشه تحكيم اللي هو الداخليه واسوان واتحاد السكندري. اجتماع مجلس اداره تم، وكان قدامنا اهم موضوعين، فريرا وامير اللي مصمم على الاستقاله لانه عنده دم. امير اصلا محامي وكان ظابط شرطه، يعني الموضوع ما بيشوفش ولاده اصلا. فاحنا عملنا حاجه جديده، مش جديده، جديده على الانديه الثانيه، يعني ديمقراطيه. وزعنا ورق على اعضاء المجلس بالكامل، وده اتصور من خلال قناه الزمالك، ومش هيطلع الا بعد ماتش فيوتشر. اللي عندنا محله، وبعدين عندنا فيوتشر، وبعدين فاركو. لا المجلس خد قرار، بس المشكله النهارده ان الفريق القايمه اتعملت مظبوط كده، عملت القايمه، مسافرين بكره المعسكر عشان المحل. مجلس اداره بيعرف ياخد قرارات. القرار الاولاني هيعلن باذن الله بعد ماتش، اخر ماتش اللي هو فاركو باذن الله. القرار الثاني بتاع امير، طبعا القرار الاولاني تقريبا 9-1 على ما اتذكر، يعني تصويت سري في ورقه مقفوله، كل واحد يكتب انا طلعت بره في موضوع المدير الفني وموضوع امير. انا واحمد طلعنا بره، قلنا بره نعم، وامير طبعا عشان كل واحد يكتب براحته ويحطه في بتاع كده رايه. بالاجماع رفض استقاله امير. مش كده، احنا مش شغالين عند حد. تاني،
احنا مش شغالين عند حد، احنا شغالين عند الجمعيه العموميه اللي جابتنا وعند الجماهير المحترمه. اما العيال اللي بتقبض احنا مش شغالين عندكم يا ابني. اسهل حاجه نمشي فيريرا اول ما جه خد دوري وكاس، و2014 15 دوري وكاس. مع احترامي لهذا الرجل، مش هو ومصمم على اللي في دماغه. مشي او قعد، ده قررنا هنعلنه بعد الماتش. قضيه 3 مطوشه يبقى احنا خلصنا الجزء الاول، لكن احنا كنا 10 كان نايف سليمان قدام ما حضرش، فاعتقد 9-1 على ما اتذكر يعني. 9 بقى قالوا ايه والواحد قال ايه، ده بعد الماتش ان شاء الله عشان الفريق مسافر بكره. نعم فاركو ان شاء الله، بعد الماتش فاركو ان شاء الله. وفي وفد دلوقتي قاعد معاه بيناقشوا ليه وازاي وليه في الدقيقة 60 بتيجي الحالة بنروح عاملين، وليه أنا بلعب أسوان زي ما بلعب الأهلي، وليه بلعب الداخلية زي ما بلعب مثلا إسماعيلي، ليه؟ لكن المؤكد إن الجماهير هتقف دايما ورا فرقتها. نعتذر لأن إحنا مسؤولين كمجلس إدارة لكل الجماهير المحترمة، وأنا كنت ممنوع من التدخل تاني. أقسم بالله ما كلمت فريرة من ساعة ما جه لغاية اللحظة دي مين يلعب ومين ما يلعبش والتشكيل إيه. ما هو يا جماعة برضه ما فيش حد بيغير التشكيل في الماتش 5 مرات، يغير قصدي الطريقة 5 مرات. ومش معقول أنا بلعب أسوان نفس الطريقة اللي بلعب بيها الأهلي أو المحلة. فإحنا صبرنا 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 ونتمنى ان شاء الله الثلاث مباريات دول ربنا يوفق اولادنا ويكسبوا، وايا كانت النتيجه القرار متاخد سواء بالابقاء عليه او بان احنا بنوجه له الشكر. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وأول فقراتنا الحوارية الفنية مع أحد نجوم نادي الزمالك وصاحب صولات وجولات يمكن إفريقية، ووصل في بعض الامور لمناصفه مع هشام بوشروان احسن لاعب في افريقيا في لو تفتكروا حضراتكم في دوري الابطال الافريقي 2002، وجيل رائع كان من اللاعبين، مقاتل، جيل رائع مقاتل. خايف انسى حد فمش هقوله بالكامل، لكن كان جيل رائع بالحماس والقتال الفني داخل المستطيل الاخضر، وايضا السلوك الرائع خارج المستطيل الاخضر. ان شاء الله ننتظر من لعبتنا غدا ان شاء الله لقاء قوي. كابتن وليد عبد اللطيف اهلا بيك كابتن وليد. كابتن خالد مشرفني ومنورك. ربنا يخليك يا كابتن خالد. طبعا سعيد اللي انا متواجد مع حضرتك ومتواجد في قناه نادي الزمالك. اكيد حزين ويعني زيك زي اي زملكاوي. ولسه كنت بتكلم مع الكابتن حماده عبد اللطيف والكابتن محمود ابو رجيله، وقلت لكل جواد كبوه، لكن الكبير اللي يخرج من كبوته سريعا، الكبير اللي يعترف بأخطائه ويسعى لتصحيحها، الكبير اللي دائما وأبدا يخرج من انكساراته بانتصارات. صحيح يا كابتن، يعني نادي الزمالك نادي كبير. الفترة اللي فاتت الأمور ما كانتش كويسة، وإحنا عارفين الأسباب يعني، لكن لازم أتعلم زي ما حضرتك قلت يا كابتن خالد، أنا لازم أتعلم من الخسارة. الكبوة اللي حصلت لنا من مباراة أسوان. مباراة أسوان أنا خسرت ولعبت بطريقة معينة اللي هي 4-3-3، وقولا واحدا مفيش فرقة في مصر بتعرف تلعب 4-3-3. ليه؟ إحنا ما تربناش على ده يا كابتن خالد. اللعيبة اللي موجودة دلوقتي ما تربتش على 8-8-6 اللي هي 4-3-3. حتى لو أنت اشتغلت بيها، المهام بتاعتها الوظيفيه الفنيه في الملعب اللاعب مش عارف يعملها لان احنا مش متربيين عليها. ونفتكر كروش
لما المنتخب كان بيشتغل 4-3-3 وما كناش بنأديها احسن حاجه. تمام؟ ف جه اسوان خسرت. طيب انا كنت السنه اللي فاتت وخدت دوري وكاس بطريقه معينه اللي هي 3-4-3. يعني اغير الطريقه بتاعتي اللي انا بكسب بيها ليه؟ يعني انا بكسب بطريقه معينه. انا بغيرها ليه؟ طب غيرتها في مباراه وفشلت فيها اكمل برضو تاني نفس الطريقه 4-3-3 نفس الطريقه البيراميدز نفس الطريقه الاهلي؟ ف انا كنت مستغرب جدا مستغرب وقاعد اللي هو غير الطريقه. انا في وقت من الاوقات يا كابتن خالد وانا بتفرج على ماتش الزمالك والاهلي انا مش عارف يعني الزمالك بيلعب بانهي طريقه. والله بكلمك جد. ايوه طبعا انا سامعك ومركز جدا على فكره في اللي انت بتقوله. يعني انا مش عايز يعني انا بتكلم كفني يعني انا مش عارف بيلعب 4-3-3 ولا التغييرات اللي حصلت حولت الطريقه ل 3-4-3. طب اللعيبه المميزه في 3-4-3 انت طلعتها يعني لا في اخطاء حصلت كتير قوي. يعني احنا لو فتحنا او اتكلمت بالتفصيل في المباراه دي هتبقى في اخطاء كتير قوي يا كابتن خالد واحنا ما نستاهلهاش. يعني المشكله ان احنا فرقه مميزه عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا ومدير فني على مستوى عالي جدا لكن اللي انا الاصرار بتاعي او العند بتاعي من مباراه اسوان لحد مباراه الاهلي ده رجعني ورا وهو انا شايفه يعني مش عايز اقول عند بس ما انا جربت حاجه طبيعي خسرت في مباراه اسوان 4-3-3 طب ارجع بقى للطريقه بتاعتي مش لازم وكل مباراه اشتغل 4-3-3 وبعد كده كابتن خالد 3-4-3 اثناء الجيم وممكن احيانا 4-2-3-1 كتير قوي كتير واللعيبه ما بتلعبش في اماكنها المظبوطه ليه برضو يعني حاجه غريبه حاجه غريبه. وعايز اقول حاجه ما اعرفش يعني اللي هتتفق معاه ولا يا كابتن خالد انا شايف ان المستشار المطار لازم يتدخل قولا واحدا. اصل كابتن اللي بيحصل ده الفتره اللي فاتت دي ما ينفعش يتسكت عليه. انا اللي عرفني دماغ الراجل فيها ايه؟ ما انا اسوان وبعدين الداخليه وبيراميدز والاهلي انا بخسر وانا عندي احسن لعيبه في مصر. لا المستشار مرتضى يتدخل. لا يتدخل. هنقول الدنيا كنا سايبينه والراجل شخصيه والكلام ده. خليني اكلمك وهتكلم بصفه عامه مش في مثل هذه يعني مش عشان مباراه السبت اللي فاتت. اسئله كتيره جدا يعني انا هتكلم كمذيع مش هتكلم كمسؤول او امين صندوق نادي الزمالك. انت كمجلس اداره بتقعد تسال نفسك بعض الاسئله وبتجاوبك تختلف تتفق مع مجالس ادارات وتختلف وتتفق مع مجالس ادارات اخرى. امتى مجلس الاداره يتدخل؟ ساعات الكتير يقول لك مجلس الاداره ملوش علاقه ما يتدخلش في الامور الفنيه وما يتكلمش مع الراجل وما هو احنا عندنا في مجلس الاداره كابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره وكابتن منتخب مصر كاس عالم 90 طبعا وهو عضو مجلس اداره معانا. امتى اتدخل وامتى ما اتدخلش؟ امتى اقعد مع المدير الفني؟ بعض الناس يقول لك انت ما تفرضش ارائك على المدير الفني وتسيب المدير الفني يشتغل وبعض الناس يقول لك لا اتدخل. فبتبقى انت محتار نفسك كمجلس اداره او كمسؤول مش عارف تعمل يمين ولا شمال. حاجه تانية لما تيجي مثلا بتستغنى عن بعض اللاعبين وبتجيب بعض اللاعبين بعض الناس يقول لك مجلس الاداره ما يتدخلش في الامور الفنيه في اللاعبين الجدد والاستغناء عن اللاعبين رغم ان انا خالد من وجهه نظري ان انا لازم اتدخل في الناحيتين في الاولى وفي الثانيه لان في النهايه مدير فني هيقعد سنه او اتنين او ثلاثه على اقصى تقدير اربعه وما حصلتش يمكن في مصر قبل كده. انت في النهايه انت بتنتخب لدوره انت اللي بتحاسب امام جماهيرك. صحيح. المدير الفني بيمشي وانت بتحاسب كمجلس اداره في الانتصار وفي الاخفاق عليك مسؤوليه. خلينا نتكلم بامانه وبوضوح زي ما انا بفرح وببقى فخور ان نادي الزمالك فاز ببطوله
في كرة القدم ببقى زعلان وحزين ان في اخفاق في اي فريق من فرق نادي الزمالك. في نفس الوقت انت ممكن تستغنى عن اللاعبين، ممكن تستفيد بيهم بعد رحيل المدير الفني، ممكن يبقى مدير فني يقول لك النهارده خالد لطيف بلاش، وليد صلاح عبد اللطيف، خالد لطيف ما لا يصلح ان هو يبقى لاعب عندي في الفريق، استغنى عنه. يجي مدير فني تاني بعديه يقول لك ازاي انت استغنيت عن خالد. فاعتقادي الشخصي ان لا انت تسيب قوي ولا تبعد قوي ولا تتدخل بطريقه تعمل مشكلة صحيح. مع المدير الفني. يعني كابتن خالد انت حضرتك قلت الـ الـ الكلام كله بإيجاز، لكن انا هقول لك في الحالة بتاعتنا دي لازم يبقى في تدخل مجلس إدارة. في الحالة بتاعتنا يبقى لازم في تدخل مجلس إدارة. وبعدين كابتن خالد انا لو فضلت اسمع، انا بدير نادي كبير، فانا مفروض انا ما بسمعش للناس اللي هي عايزة تفرض رأيها، أو اللي هو بيقول اقتراحات، أو يعني اللي هو بسمع لهم قوي. لا، أنا بدير، أنا في منظومة أنا ماشي بيها. لما يحصل إخفاق لازم أتدخل، مش من أول مرة، طب تاني مرة، طب تالت مرة، وخصوصا إن أنا الإخفاق ده بإيدي. هي دي مشكلة. أيوة بإيدي، يعني هو مش تفوق من الخصم. خلينا نتكلم بأمانة، وأنا قلت في مقدمتي ده مش عارف رأيك إيه، إن لغاية الدقيقة 60 المباراة سجلت. أيوة، يعني يا كابتن خالد يعني المباراة ما فيهاش هجمات لأن كل فرقة خايفة من التانية، حذرة من الآخر. بالظبط، وفي كتير لقاءات أهلي وزمالك خرجت 0-0 عشان كده، وشغل فني عالي جدا إن أنت بتقفل كويس ومش عايز تهاجم عشان خطوطك ما تتفسحش. ففي حاجه فنيه احنا شايفينها بس مش ممتعه لان المباراه الكبيره كده. لكن في الدقيقه 60 تحول رهيب مع التغييرات بايدي، ده بايدي انا. فهي الفكره يا كابتن خالد ان مش تفوق من الخصم، لا، ده انا بايدي انا اللي بخسر نفسي. انت بتزعل اكتر، انت بتزعل لان انت في ايدك اصلا انت تكسب وعندك الامكانيات ان انت تكسب. فانا بعمل تدخلات فنية تخليني أخسر. المباراة اللي زي دي كابتن وليد لو أنت قسمتها ما بين لاعبين وجهاز فني، كم لاعبين وكم جهاز فني؟ بمعنى أنا عايز أقول لحضرتك كابتن خالد، معلش، من حتة التدخل، يعني هو الخصم المدير الفني بتاعه كان يعرف اللاعب اللي هارب كهربا؟ معلش، يعرفه؟ لا. هو مين اللي لعب كهربا؟ يعني الراجل المدير الفني يعرفه وعارف امكانياته عشان يلعبه اساس على طول؟ لا طبعا. تدخل مجلس اداره. انا مش بقول نعمل زي خالص. ايوه فاهم. لا، انا بتكلم في جزئيه ان انا عشان النادي بتاعي وعشان الاخفاقات اللي بتحصل وانا عندي رؤيه اصلا كمجلس اداره يا كابتن. لا طبعا. لازم اتدخل. لازم اتدخل، ما ينفعش. الراجل هيمشي، انا برجع لورا كنادي. لا، وما خافش من التدخل، او مش خوف اللي هو يعني ممكن الاعلام او السوشيال ميديا تقول لك انت بتدخل وي وي. لا، ده انت لازم تتدخل. ما انت في النهايه بتحاسب زيك زي المدير الفني طبعا كمجلس اداره. وبعدين المدير الفني معلش مش هيتحاسب، هو هيمشي في الاخر، هياخد شنطته ويمشي، خاصه الاجنبي. بالظبط، احنا يعني لو مصري اقول لك انما الاجنبي خلاص. يعني فانا برجع لورا عشان عند عدم رؤيه جيده، عدم تشاور مع الجهاز بتاعي. ده شيء مهم، انا شايفه ده شيء مهم طبعا، خاصه انت عندك جهاز فني قياده كابتن اسماعيل يوسف من المدربين الكبار، حسين ياسر وحمادي لعيب طبعا، ومدرب اكيد زميل ليك من المدربين الواعدين، حتى عامل يعني مجهود كبير مع فرقته قبل ما يروح للفريق الاول. فانت كابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى، امير مرتضى منصور مشرف على كره القدم، ان انت رايه ان انت تتشاور، ده ما يقللش من مساعدين الاجانب. انا عارف ان هو عنده مساعدين، وان كان مساعدينه الاجانب باجماع يعني اراء كتيره اقل من الميدا اللي كان نونو الميدا اللي كان مساعد ليه قبل كده، لكن لازم تسمع كل الاراء، واسمع مساعدينك، واسمع اراء الجهاز الفني، وانت صاحب القرار. محدش يقدر يقول لك مش انت صاحب القرار. طبعا، امال اسمه جهاز ليه يا كابتن؟
جهاز. انت يبقى معاك مدرب بتسمع للراجل الاجنبي بتاعك وبتسمع للراجل المصري، وخصوصا لو كان اسم كبير زي كابتن اسماعيل. فانت ليه عامل الفجوه دي، عامل المشكله دي ليه؟ ما هو لصالح مين؟ ما ده السؤال. انا بفكر دلوقتي بدماغ الراجل، انت لصالح مين بتعمل الكلام ده وبتعند مع مين؟ طيب انا هرجع تاني للحته دي، بس عايز اسالك، المباراه الكبيره اللي زي دي وانت اكيد لعبت كتير زمالك واهلي، كام في الميه لاعبين وكام في الميه جهاز فني؟ النسبه يعني يعني هقول يعني الشوط الاولاني لعيبه 50-50 من وجهه نظري، مدير فني ولاعيبه. طبعا لكن في ماتشات يا كابتن خالد انت عايز الشوط الاولاني يخلص عشان تعمل تغييراتك وتشوف التحلل كويس الفرقه اللي قصادك عشان تعمل تغييراتك عشان تكسب، تمام، او تعوض. فهي الشوط الثاني بتاع المدربين ده معروف، لكن الماتشات دي برضو يا كابتن عليها مسؤوليه كبيره برضو على اللاعب. مع الماتشات الكبيره دي لازم اللعيب يبقى ايه يعني نازل بجديه، ما بيهزرش، مركز، ما بيلعبش استعراض، الكلام ده كله. واحنا عندنا خلي بالك يا كابتن خالد برضو عندنا مشكله في الحته دي، عندنا لعيبه كويسه وامكانيات عاليه جدا، لكن حته الاستعراض او حته الشو موجوده ليه؟ ليه في الملعب؟ اشتغل راجل. ده جزء من وجهه نظري ان لازم مدير فني اجنبي يترك مساحه للمصري. ده لازم يفوق اللعيبه اللي عندك. لازم. فحاجه زي كده ممكن انت ساعات تسرح او حاسب نفسك في مباراه او جزء في مباراه، ده دور بقى المدرب من بره. صحيح يا كابتن خالد، صحيح. ان انت يعني انا بشوف الراجل واقف على الخط بيوجه ما يعني باشارات معينه، لكن المدرب المصري هو اللي عارف، هو اللي بينقل الصوره بتاعه الراجل للاعيب المصري. امال احنا بنحط ليه مدرب مصري مع اجنبي؟ طيب خلينا ما نتكلمش في الماضي كتير، احنا انا حابب ان انا كنت ابدا فيه عشان نتعلم نقول صحيح. ان احنا اخطانا ولازم نعترف ولازم نعتذر لجماهيرنا ولازم نعتذر لكل عاشقين البيت الابيض عن المباراة اللي فاتت. صحيح. قبل ما نفكر في اللي جاي. اللي جاي شايف يبدأ ازاي بكرة؟ تشكيلة ازاي؟ طريقة لعب ازاي؟ حزين انا لغياب المسلوسي، وهو كان احد الموجودين من وجهة نظري في الشوط الاول وحتى خروجه في المباراة السابقة، واتمنى له يا رب سرعة الشفاء. ويمكن ده برضو جزء مش عارف اقيمه، هل هو اتصاب عشان كده خرجوا فريرة او حس بحاجه ففريرة خرجه وبالتالي اضطر للتغييره اللي عملها، وكانت احد اسباب التغييره اللي عملها احساس مسلوسي مثلا بالاجهاد او 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 حس ان المسلوسي عامل مجهود كبير فكان بيحوشه عشان الاصابه. لكن في النهايه اتمنى لحمزه المسلوسي يا رب كده بسرعه الشفاء. غياب الونش من وجهه نظري احد الاعمده الرئيسيه، مش كفنيا فقط، حتى داخل المستطيل الاخضر باجماع كل اللاعبين الونش بيمتاز بعلاقه بس يا كابتن خالد. صحيح طبعا، يعني الونش ربنا يرجعه السلامه يا رب، لعيب كبير ولعيب ساب فراغ كبير قوي، لكن برضو في الاول وفي الاخر انا عندي لعيبه طبعا كبيره ولعيبه نادي الزمالك تقدر تشيل المسؤوليه ولازم تشيلها ولازم تشيلها، ولو مش قادره يبقى لازم تدخل مجلس اداره. صحيح يا كابتن خالد؟ فانت لازم تتدخل، وانا بقول من هنا قولا واحدا لازم يبقى في تدخل ولازم يبقى في محاسبه، يعني كده كده الراجل هيمشي ايا كان امتى طبعا، لكن اللي هيبقى مسؤول او اللي هو في الصوره احنا نادي الزمالك او الفرقه طبعا وجه عام. فلازم يبقى في تدخل يا كابتن خالد من وجهه نظري يعني، وانا اناشد كمان اللي مستر مرتضى ومجلس الاداره، لا لازم يبقى في تدخل، لازم يبقى في كلام جامد شويه، لازم يبقى في فوقان، وخصوصا كمان يا كابتن ان انا اربع خمس ماتشات ولسه ما فوقتش، دي مشكله كبيره، فلازم افوق. على العموم يعني بعد ماتش بكره ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى التوفيق لفريقنا بكره مع خزن المحله. وعلى فكره
هذا المحله من الفرق المميزه في الدوري الممتاز كويسه جدا، وعلى ارضها اعتقاد الشخصي ووسط جماهيرها برضو الزواقه. اتمنى من عاشقين الزمالك، وانا عارف ان هم مش هيتاخروا رغم الظروف الصعبه، ان شاء الله غدا امام نادي الزمالك الساعه 10 اتوبيسات لكل العشاق وجماهير نادي الزمالك العظيمه الكبيره اللي مهما قلنا عليها اعتقادي الشخصي مش هنديها حقها. نتمنى ان شاء الله بكره زي ما استقبلنا الموسم الماضي، وكان من وجهه نظري ماتش المحله هو عنصر التفوق، وكانت نقطه البدايه لحصول نادي الزمالك على الدوري الموسم اللي فات، وفوزنا في هذا اللقاء بالذات واستقبال الفريق الاسطوري كان الموسم الماضي لو تفتكروا حضراتكم، كان نقطه الانطلاق للحفاظ على درع الدوري الموسم الماضي. لو تعرفوا تجيبوا لنا لقطات من ماتش الزمالك والمحله الموسم الماضي وللاستقبال الجماهير الموسم الماضي لفريقنا، اعتقاد الشخص ده مهم جدا في هذا التوقيت لحماس لعبتنا وجهازنا الفني والجماهيرنا. ان كان لقاء المحله الموسم الماضي كان نقطه الانطلاق لانتصارات متتاليه ساهمت بشكل كبير جدا في حصولنا على الدوري الممتاز. شايف في بكره اتفضل في حاجه كابتن خالد عايز اتكلم فيها برضو، حته الناس اللي هي كانت بتنادي بموضوع المنشطات وتحليل المنشطات، انت ليه ما كنتش بتطلب الكلام ده ووليد سليمان كان في لسه بيلعب؟ ما كنتش بتصر عليه ليه ووليد سليمان كان لسه موجود بيلعب في النادي الاهلي؟ المنشطات جاي دلوقتي ماسك قوي فيها ليه؟ ما احنا كنا اتكلمنا فيها السنين اللي فاتت وكان في اعتراض او ما حدش بيتكلم الكلام ده كله، ليه اشمعنى دلوقتي؟ لان احنا كلنا عارفين اللي كان بيحصل. ف لا يعني الامور لازم تتواجه شويه كابتن خالد بالرد على المنافس، الناس اللي بتتكلم، الناس اللي بتتكلم اللي هي يعني مش عايز اقول مفيش انجازات ليها، لكن بحكم القرابة بيتكلم. انا حابب يعني من يعني حابب اركز في ورقتي، ابص في اخطائي، اصلحها، امشي واعود كبير، وبعدين لكل مقام مقال زي ما بيقولوا. صحيح. فانا حابب اعرف منك نبدا بكره ازاي، طريقه اللعب ايه في ظل غيابات 8 لاعبين غايبين عن نادي الزمالك في لقاء غدا، ابرزهم من وجهه نظري المسلوسي لان كان صاحب مستوى ثابت في المباريات الماضيه رغم عدم رضانا عن النتائج فيها، لكن على الاقل كان المسلوسي احد الموجدين في اللقاءات الماضيه. غياب الونش، غياب شيكابالا كقائد للفريق قبل ما يكون لاعب من لاعبي الفريق، شايف يبدا بمين يلعب هو بطريقه ايه؟ هل ممكن نلعب باثنين روس حربه ولا ده مش مطروح؟ تلعب بثلاثه، تلعب باربعه، بأني طريقه؟ هي كابتن خالد دلوقتي المسلوسي بره والمسلوسي بيجيد جدا في 3 4 3. يعني المسلوسي من احد نجاح الطريقه دي، لكن هو مش موجود دلوقتي، فانا اتوقع اللي هو الراجل هيشتغل 4 3 3، وانا بقول لك تاني هيشتغل 4 3 3. 4 3 3 هي دي المشكله، لان انت هو مش مقتنع ب 4 2 3 1، هو ما بيحبهاش، اللي هم اتنين ديفندر وقدامهم 10 رقم 10، هو ما بيحبش الطريقه دي، لا اما يشتغل ب 3 4 3 والمسلوسي مش موجود اللي هو بينفذ له الموضوع ده في الثلاثه اللي ورا، او هتشتغل 4 3 3 هي. طيب قول لي لو كده ايه ولو كده ايه؟ نفترض المشكله يا كابتن خالد ان عندنا نص الملعب، نص الملعب احنا عندنا امام عاشور الوحيد اللي بيطلع بالكوره، تمام، بيطلع بالكوره من تحت، كله رقم 6، يعني السيسي، دونجا، رؤى كله 6، هو امام عاشور اللي 8 اللي هو ممكن يطلع بالكوره من تحت من نص الملعب اللي يستلم المدافعين ويكمل مع راس وسيف فاروق
وسيف اصلا يعني سيف فاروق لعيب كويس طبعا، بس بيشتغل 10 اكتر. يعني هو لعيب شايفه 10 اهو 10 هو، وفي الناشئين كان معايا 10. فالفكره ان رقم 8 عندنا في 4 3 3 مش متواجد، مش موجود. وانت لو 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 ده ماتش المحله الموسم اللي فات، عندك صوت وصوره ولا ما عندكش صوت وصوره؟ ده ماتش من الماتشات كان المهمه من وجهه نظري اللي فاز فيها الزمالك، وكان نقطه الانطلاق للحفاظ على الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي. كان في استقبال ليهم، كان في تقرير انا 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 انا, أنا فاكر ان احنا زعناه في قناه الزمالك، استقبال والاحتفال بلاعبي الزمالك في الموسم الماضي في الليله اللي قبل المباراه. ادي شوفوا حب الجماهير، والجماهير الزمالك بقى دي العاشقه طبعا، الزمالك اللي بتتعب واللي بتتحمل من مجهودها وفلوسها. وادي اشرف بن شرقي احد الوجوه الباسمه وصاحب الابتسامه الشهيره والانجازات اللي مع نادي الزمالك. لو جبتوا لنا التقرير بتاع الموسم الماضي يبقى شيء رائع جدا، لان احنا محتاجين لنشوف حاجات زي دي عشان تستعيد ذكريات الانتصار. ازاي تقدر تعود قوي اقوى مما كنت؟ لابد صحيح. ان احنا نعترف كل الصفحات وكل الجماهير ليها اراء وبتنتقد، ونتقبل النقد في توقيت لازم، في كل التوقيتات. انت كمسؤول لازم تتقبل النقد، انت كلاعب لازم تتقبل النقد، انت كجهاز فني لابد ان تتقبل النقد. طالما قبلت ان انت تكون في عمل عام كمسؤول لازم تتقبل النقد، طالما قبلت ان تعمل في جهاز فني كبير زي نادي الزمالك لازم تتقبل النقد، طالما انت لعيب وبتلعب في نادي الزمالك النادي الكبير لابد ان تتقبل النقد. صحيح يا كابتن خالد، لان الهدف اللي هو تصحيح او انتباه بالزبط. او فوق، او احنا شايفين حاجه بنقول لك فوق عشان تمشي كويس، وده مش عيب يا كابتن. فلو رجعنا قلنا لو الزمالك اشتغل بكره ب 3 4 3 هم الثلاثه اللي ورا، هيبقى محمد عبد الغني والزناري وحسام عبد المجيد الثلاثه اللي ورا، لكن هتبقى فيها مشكله، لان المسلوسي كان بينجح الطريقه دي. الاربعه في نص الملعب طبعا هيبقى ناحيه اليمين، انا شايف اللي يبدا لو بدا ب 3 4 يبقى نيمار، وناحيه الشمال هيبقى عبد الشافي اكيد، ودونجا و امام عاشور، والثلاثه اللي قدام هيبقى زيزو وسيف الدين الجزيري. وانا نفسي يا كابتن يبدا يوسف اسامه نبيه، يعني الولد ده كويس جدا. انت معاك حالات للمحله يعني طبعا الزميل كريم حمدي بيقول لنا، وفي حاجات نقاط القوه طب ما تعالى نروح نشوفها. يلا كابتن مرتدى في تكمله، كبيره جدا من وسط الملعب. فهي الفكره ان انت وخلي بالك، ما هو السنه اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا دخل فينا هدف بنفس الطريقه يعني. فهي الفكره هتشتغل ازاي عشان توقف الهجمه المرتده؟ يبقى لازم الديفندر يقف بتاعنا. قول لي بقى على تشكيله بكره مين؟ ما على حسب الطريقه يا كابتن. قول لي بالطريقه اللي هو بيلعب بيها او اللي انت متوقع ان هو يلعب بيها. انا اتمنى خلاص يرجع للطريقه 4 3 3 ما تنفعش. حلو. يعني من وجهه نظري يعني. تمام. ال 3 4 3 هيبقى طبعا عواد وعبد الغني والزناري وحسام عبد المجيد. تمام. ثلاثه. ناحيه الشمال عبد الشافي، ناحيه اليمين نيمار على عدلته. نيمار. على عدلته. مش هنزله ناحيه الشمال، لا ناحيه اليمين. اثنين في وسط الملعب دونجا وامام عاشور. دونجا وامام. ثلاثه قدام هيبقى زيزو طبعا، وسيف الدين الجزيري، و انا عايز يوسف اسامه نبيه، عايزه يلعب ناحيه الليفت الشمال. يعني اشتغل جربه، الراجل ماشي كويس، ولاعيب عنده سرعات وبرجاله كبير صحيح. ما هو طبعا اول تلت ساعه ما انت على فترات. هي يا كابتن يعني هي احنا بنقول ايه ملحوظات، اللي هو خلي بالك من السرعات، خلي بالك من الهجمه المرتده. عشان كده انت قلت في تشكيلتك يوسف اسامه وسيد نيمار، وانا مقتنع ان لازم يبقى عندك عنصرين من عناصر الشاب اصحاب اللياقه البدنيه العاليه والسرعات والمهارات طبعا، ده اكيد. فانت تخلي بالك من الهجمه المرتده،
خلي بالك من احمد الشيخ، هو بيجي من تحت محدش شايفه بيعرف يجيب جون. خلي بالك من اللي هم بيتحركوا كتير من غير كوره، بيتحركوا كتير وبيجروا كتير، بيجروا كتير. زائد ال حته ايه تاني قلنا، حته ايه تاني، الهجمه المرتده، الضغط لازم الضغط بيبقى فيه ضغط يا كابتن خالد. يعني دي الحاجات اللي احنا بنقول للناس عليها، او جمهور نادي الزمالك او الفرقه او الناس اللي بتتفرج علينا. يعني فرقه كويسه وكويسه جدا على ارضها، فرقه كويسه على ارضها كويس. احنا يعني كنا بنحاول نجيب الـ 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 يعني التقرير بتاع الموسم الماضي، لكن عندنا تقرير النهارده عجبني جدا ومهم جدا، دعم الجماهير للاعبين. وتعالوا نشوفوا، عندنا يمكن العديد من الرسائل، جماهير الزمالك العظيمه طبعا اللي برضو بتبعت لي رسائل وبتقول لي يا كابتن خالد احنا ورا الفريق، ورايها في الفتره الماضيه كلا في تحليله، وبنحترم كل الاراء وبنحترم كل وجهات النظر. تعالوا نشوف تقرير دعم الجماهير للاعبي نادي الزمالك قبل اللقاء غدا، ونرجع نكمل مع حضراتكم مع الكابتن وليد عبد اللطيف. ده جمهور الزمالك الحبيب، يعني شوفوا جمهور الزمالك تشعر ان يعني معجون حب وانتماء واخلاص، بيعشق القيان بغض النظر عن النتائج وبغض النظر عن الاداء، لكن بيحب الكيان بكل ما فيه من بعض الاخفاقات والانتصارات وبعض الاخطاء. اكيد مفيش كيان بلا اخطاء، لكن تحس ان في حب وانتماء لهذا الكيان كبير جدا جدا جدا. جاي لي رسائل كتيره جدا كابتن وليد، يعني هحاول اقرا على قد ما اقدر، وسامحوني لو في حاجه عدت مني. الدكتور حامد السعيد وهو من يعني زملكاويه الكبار جدا جدا، وبيقول مساء الخير يا كابتن خالد، سلامه وتحياتي كابتن خالد المدير الفني فريرة. منذ 5 مباريات اصيب بجنون العظمه والعند والاصرار على الخطا وعدم الاستشاره. انا اؤيد كابتن وليد، لابد من تدخل الاداره وتوجيه طلب لفريرة بالاستعانه بمساعديه، مش عيب. وتقرا رسالتي، رسالتك وصلت يا دكتور حامد. يعني الاستاذ وائل سنور رئيس القسم الرياضي بجريده اخر اسبوع يعني بيتكلم على بعض يعني انشقاقات في الاراء والوجهات النظر. السلام عليكم كابتن خالد، بعد اذنك، على كل زملكاوي ودعم مجلس الاداره وفريق الكره حتى نستعيد روح الانصارات والمرور من هذه الكبوه سريعا. كلنا ندعم مجلس الاداره، احنا في كبوه لازم نتكاتف ونبقى ايد واحده، ما ينفعش وقت الاجابات ندعم وقت السلبيات نهد، ويكون النقد بعصبيه ويؤدي الى الهدم. صدقوني يا زملكاويه ده الصح، ما ينفعش جمهور الزمالك يبقى منقسم، مجموعه بيدعموا ومعا ومجموعه لا يدعموا والباقي نازل سخريه وهدم في مجلس الاداره والفريق، وده هيكون ضد مصلحة كيان نادي الزمالك. علينا أن نتفهم هذه الأخفاقات غير مقصودة بالمرة، لاعبين على قدر عالي من المسؤولية، وإن شاء الله الزمالك راجع تاني وقادر على استعادة روح البطولات والانتصارات. وواجب على كل زملكاوي الوقوف بجانب مجلس إدارة الزمالك والفريق في هذه الأزمة التي تمر سريعا. إن شاء الله ما فيش أوفى من جمهور الزمالك. أدعم فريقك يا زملكاوي، ده الأستاذ وائل السنهور رئيس القسم الرياضي باخر الاسبوع. الحاج سامي الباهي طبعا يعني صديق البرنامج الدائم وكبير مشجع نادي الزمالك، اهم حاجه ندعم الفريق عشان دوري ابطال افريقيا وده الاهم. ويعني بشكرك يا حاج سامي، واكيد كلنا مع رايك. برضو اللي هو اشرف فؤاد من المنيا، وبرضو دعم النادي الزمالك، والاستاذ محمد كمال بيدعم نادي الزمالك، ويعني لكل حاجة. الشاعر علي عفيفي يعني من الشعراء الجمال الزملكاوية، دعم ناديك، ده بيناديك البركة فيك أيها الجمهور، سر قوتنا احنا دايما في ظهر فرقنا، لازم تكون جسد واحد لوحدنا، دي رسالتي للجمهور ورسالتي للمستشار مرتضى منصور. سيف خالد وسيلينا خالد بيتمنوا للزمالك كل التوفيق. يعني برضو الدكتور علاء عمارة من الشخصيات الزملكاوية الكبيرة، حب الكيان مهما وضعه كان، زي ما بقول لحضراتكم معجون زملكاوية
هناك عوامل كثيرة تجعل من حبه متعة، منها أنك تناطح طواحين الهوى سرا وعلنيا داخليا وخارجيا، وتحقق بطولات في بيئة لا تصلح لتحقيق مركز متقدم، لذا كان وسيظل أيقونة الفن والهندسة في القلب بعيدا عن الأشخاص التي لها ما لها وعليها ما عليها. بالمناسبة حتى الآن أنا حامل اللقب، ولا زالت رحلة الدفاع عنه مستمرة، والآخرين يبغون تحقيقه ليس إلا، وهي مضقت على الرأس تبول إنها الرياضة مكسب وخسارة لمن يريد أن يفهم. الوسطاء أصحاب الدماء الخفيفة يمتنعون، عشق القيان اختيار مش وراثة، يمهل ولا يهمل، ويلا بالتوفيق. ده الدكتور علاء عمارة. الأستاذ مدحت جلال، الزمالك سر الحياة بس لازم صفقات جامدة يا كابتن، وإحنا في ظهر النادي ده كله، يعني كل الزملكاوية. أيمن عاطف برضو بيدعم نادي الزمالك، كل الزملكاوية بصراحة يعني مش سايبين، كله دعم الأستاذ محمد كمال والأستاذ عاطف عشماوي، ويعني مستشار فكر عبد اللطيف. إن شاء الله الزمالك راجع الفوز غدا عن محلة. نشكر المستشار مرتضى منصور، روابط الزملكاويه بالسعودية، جزء طبعا من جمهور نادي الزمالك بتعشق القيان، لكن قلوبنا بها نار، والجميع يحس بحس الجمهور، كل الدعم للكيان طبعا ده شيء رائع. ده من روابط يعني الزملكاويه في السعودية. كمان انا بشكرك جدا يا كريم ان هو جاب لي يعني التقرير بتاع السنة اللي فاتت، لان تقرير من وجهة نظري كان تقرير لي مفعول السحر. والأستاذ مدحت وراجح بشكرهم جدا، وطبعا حاجة مش جديدة عليهم. أستاذ عاطف عشماوي يعني كل الدعم للزمالك، وإن شاء الله الزمالك يكسب بكرة. كابتن وليد تعالى كده، بحب دايما لما يبقى فيه كبوة أو انكسار أو تراجع أو سميه زي ما تسميه، أفتكر اللحظات القيمة الجميلة. تعالوا نروح نشوف تقرير الزمالك وغزة المحلة الموسم الماضي، اللي من وجهة نظري كانت نقطة الانطلاق للدوري الممتاز. شوفوا تقرير 40 ثانية بس، تقرير شوفوا 40 ثانية يعني تلتين دقيقة، لكن من وجهة نظري يسوى الملايين. يعني هو ده سر عشق وحب نادي الزمالك، وسر قوة نادي الزمالك مش في مصر بس، في الوطن العربي. وقد ايه الواحد بيبقى فخور لما بيسافر بره في افريقيا او في الدول العربية ويشوف حب وارتباط كل الملايين من العشاق الزمالك حتى بره مصر. كابتن وليد. طبعا كابتن خالد، يعني الجمهور، جمهور نادي الزمالك حاجه يعني حاجه محترمه جدا، حاجه محترمه جدا في ظل كان نادي الزمالك بيمر بفتره صعبه جدا، كان واقف في ظهر نادي الزمالك وكان بيشجع نادي الزمالك، وكان وعارف ان الدوري بعيد، او عارف ان البطوله اللي احنا بنلعب فيها بعيد عننا، لكن هو بيساند وواقف وداعم للعيبه على السوشيال ميديا كمان. لكن برضو انا بطلب حاجه كمان يا كابتن خالد، اتفضل. لما اغلط اتحاسب طبعا، اكيد صح، لكن انا ما اجيش الاقي المستوى مثلا متذبذب وانا بشكر في اللعيبه، لا ما ينفعش. ده انا لازم اوجه اللاعب، يعني انقد. انت بتتكلم على جمهور للعيبه، الجمهور على الميديا، يعني ما تخافش من الجمهور، جمهور زمالك لا انا بتكلم فيها كابتن خالد. لا اصل انا بشوف يعني ان انا اللعيبه بتبقى في مشاكل اداء، النتائج السلبيه،
وانا بشكر فيهم برضه على السوشيال ميديا واقول ده كذا وده كذا. لا لا، ما انت في وقت فرق معين بيبقى عايز دعم معنوي ان يرجع تاني. ما انا لسه في فرق بين ان انا بجيبك تاني برجعك تاني لمستواك، وفي فرق ان انا بنفخ فيك وبالتالي ادائك في الملعب مش كويس. ما ده اللي بيحصل بعض اللعيبه. فانا بتكلم في ايه؟ جمهور نادي الزمالك واعي جدا وفاهم جداً وبيفهم كوره وبيحب الكوره. ف انا بضحك لان اللي بيفهم كوره دي هي المشكله. اه طبعا، اه والله طبعا، اللي هو جمهور الزمالك ممتع عشان بيفهم كوره، عشان بيفهم كوره، اللي هو مش بيقبل باللي هو انت تكسب ده من زمان لكن مفيش اداء. صح صح يا كابتن خالد، صح. فده اللي بيميز نادي الزمالك، عشان دايما شعار الزمالك بيقول لك الزمالك مدرسه لعب وفن وهندسه. بالظبط كده، ما قالكش بطولات وانجازات وانتصارات بدون لعب وفن وهندسه. هو مش عايز يكسب من غير اداء. بالظبط، يعني انت تأدي واخسر ما عندوش مشكله. صح، جمهور نادي الزمالك هيتحملك. اه معاك، لكن ان انت ما تأديش وتكسب مش هيبقى فرحان قوي. انا معاك. بكره اخر حاجه قبل ما نختم فقرتنا تقول ايه لعيبه الزمالك والجهاز الفني؟ عايز اقول ان يعني يا جماعه انتوا لعيبه نادي الزمالك دلوقتي الزمن غير الزمن. احنا في وقتنا كابتن خالد ما كانش فيه السوشيال ميديا اللي موجوده دلوقتي. انت دلوقتي مصر كلها بتتكلم عنك، بتمشي في الشارع الناس بتسلم عليك، الناس فرحانه بيك. فانت ليه بتضيع الحاجة الجميلة دي بأدائك أو باستهتارك أو بعدم الجدية في شغلك؟ وهو شغلك. في المقابل أنت مجلس إدارة بيوفر لك كل حاجة، فأنت لازم تبقى راجل في الملعب، لازم تمتع جمهور نادي الزمالك اللي بيجي يشجعك، لازم الجهاز الفني يعني يبقى في تشاور يا كابتن خالد. يعني اتمنى يبقى في جلسه يحصل فيها يعني ايه ان شاء الله. بوعدك. بوعدك يبقى حصل. بوعدك وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل باذن الله والبدايه يا رب ان شاء الله. بشكرك كابتن وليد جدا. ربنا يخليك يا كابتن خالد. يا سلام لو عندنا بعض اللقطات الكؤوس والانجازات والاغاني الجميله، لان مش عايز اقول لحضراتكم يعني تجاوب كبير. وانا بشكر الاستاذ محمد اسماعيل يعني الصحفي واخبار اليوم، وهو اهلاوي، وهو حتى يعني بيقول لي انا بشاهدك في قناه الزمالك ومحترم وصاحب رؤيه لا تتحكم على اي شخص وتعامل بادم، تحياتي ليك. وانا يعني بالنيابه عن قناه نادي الزمالك وعن المستشار مرتضى ومجلس الاداره بالكامل بنحييك يا استاذ محمد، هو يعني كل محترم له كل تحيه وتقدير. استاذ عصام عثمان كل الدعم الى لعيبه نادي الزمالك، شكرا وزير السعاده معالي المستشار مرتضى منصور. ده عصام عثمان احد الزملكاويه الكبار، امين سالم من كاليفورنيا في امريكا. كل الدعم والمسانده لنادي الزمالك، الدعم للكيان، وان شاء الله نخرج من تلك الكبوه. كابتن خالد امين سالم من كاليفورنيا امريكا في امريكا. مش عايز اقول لحضراتكم يعني مش ممكن. الأستاذ أيمن عاطف هكذا برضو كل الدعم النادي الزمالك، عشاق الزمالك في كل مكان، ولهم كل احترام وتقدير، ولك كل احترام يا أستاذ محمد وتقدير. عايزين أغنية فيها إنجازات وبطولات وكؤوس. تاريخ الزمالك مش هتوقف على مباراة، وتاريخ الزمالك الماضي مليء بالإنجازات، وإن شاء الله القادم أفضل. قبل اللقاء غدا هنروح لأغنية جميلة يا ريت يجيبوها لنا، وفاصل ونستقبل ضيوفنا نقادنا الرياضيين إن شاء الله بعد الفاصل وبعد الأغنية. الأستاذ علي خلاف الصحفي موقع الفجر، كل الدعم لنادينا الحبيب والمجلس الإدارة إن شاء الله. عودة قطار السعادة للمنافسات هتكون في المحلة، تحياتي ليك، بشكرك يا أستاذ علي. تعال نروح لأغنية ثم فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
اوعى تستسلم، واوعى يعني تسيب الامور تفلت منك. القوي والعظيم والكبير اللي يقدر يقوم من عثرته باسرع وقت ممكن. مرحب بضيوفي ونقاد الرياضيين الكبار النهارده اللي مشرفيني النهارده في قناه الزمالك وفي حلقه زملكاوي من الحلقات الصعبه. ليه صعبه؟ في وقت كده من الاوقات الصعبه اللي انت لابد ان انت تقف قدام نفسك، تحاسب نفسك بمنتهى القوه والحزم، تراجع اخطائك، تقول انا اخطات في كذا، عشان تبدا مرحله جديده من الاصلاح مع نفسك قبل الجميع. مرحب بضيوفي ونقادي النهارده الكبار، وهبدا من اليمين للشمال. ناقدنا الرياضي الكبير استاذ صبحي عبد السلام، اهلا بيك يا استاذ صبحي، شرفني ومنور. اهلا بيك خالد، سعيد ان انا معاك ومع جماهير نادي الزمالك، وان شاء الله تبقى حلقه لدعم الكيان، لانه في حاجات وامور كتير جدا انا شخصيا مش معجب بيها. استاذ عبد الشافي صادق كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير، اهلا بيك يا استاذ عبد الشافي. اهلا بيك يا استاذ خالد، وسعيد دايما اكون معاك يعني. استاذ منتصر الرفاعي ايضا صاحب الاراء الصريحه الجريئه، اهلا بيك يا استاذ منتصر. اهلا بيك يا كابتن خالد، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك ومع الاساتذه الاستاذ صبحي عبد السلام والاستاذ عبد الشافي صادق. اشكرك. شعور متباين واراء مختلفه وجهات نظر مختلفة على الكبير والمسؤول والمسؤول الفني والإداري واللاعبين، أن يتقبل الجميع وأن يتقبل جميع وجهات النظر، وأن يسمع لكل وجهات النظر والعمل بما يمليه عليه ضميره في مصلحة هذا الكيان. يمكن ده قلناه في مجلس الإدارة أمس، وأكد عليه المستشار مرتضى في جلسة مجلس الإدارة أمس اللي لم يعلن قراراتها حتى الآن، لكن على الاقل لابد ان انت تعترف امام نفسك بلو عملت حاجه غلط او صح هتعمل ايه في المرحله القادمه. التوازن والهدوء في وقت من الاوقات اهم من القرار، القرار وتوقيت القرار 90% من نجاح القرار. بالتاكيد يا كابتن خالد، يعني انا عايز اقول انه الاعتراف بالخطا او الاعتراف بالاخطاء هو اول خطوه في طريق الاصلاح. يعني عشان تصلح اي شيء عندك انت شايف ان في اعوجاج، لازم تعترف ان عندك خطا هنا وهنا وهنا عشان تقدر تعدل. النقطه اللي هبدا منها هو نهايه كلامك. الموسم الماضي الزمالك التقى مع النادي الاهلي وخسر 5-3، وفرق النقاط وصل مع النادي الاهلي ل 8 بونت. ايه اللي حصل؟ كان منتهى الهدوء من مجلس اداره نادي الزمالك، كان منتهى الحكمه من المستشار مرتضى منصور، فالناس اشتغلت، عرفنا اخطائنا فين، بدانا نعالج، سبقت، ركبت القمة، كملت، خدت بطولة الدوري. وعدم وجود قيد. ايه؟ وعدم وجود قيد ولا لعيبة. لا بالمشاكل، ما انا خلينا بالمشاكل ببابا غنوج مش هنتكلم فيه. صح. انت كفريق عادي كمان ومفيش قيد. عشان تقيد. طبعا. والراجل اكتشف لك مجموعة من الناشئين. اللي انا شايفه المرة دي للأسف الشديد مختلف. في حالة من الانقسام انا مش شايف ليها مبرر. الناس زعلانة، زعلانين جدا. الزمالك خسر من الأهلي 3 كتير جدا. النتيجة مفاجأة، مفاجأة قوي. بس هي دي كرة القدم، اللي داق طعمها برشلونة مثلا وخسر 8 ورجع. صح. ما هو كبير، انت لسه بتقول في الانترو يا كابتن خالد انه الكبير لازم يرجع. طبعا. فعشان ارجع لازم اقف واستوعب ان انا خدت ألم، لكن علشان اعالج واخطائي واكمل واقوم تاني. الزمالك بطل، الزمالك مش فريق وسط جدول، الزمالك فريق كبير، لما بيخسر وبيبعد احنا بنتعب، احنا بنتعب، احنا كزمالكاوية بنتعب. فلذلك انا مش عارف، في ناس هجمه كده شرسه على كل كائن حي جوه نادي الزمالك. الهجمه الشرسه على المستشار مرتضى منصور، على امير مرتضى منصور، على اللاعبين، على الجهاز الفني، حتى على اعلاميين نادي الزمالك على القناه. يعني مطالبين بقى ان احنا نقفل القناه ونسرح اللعيبه ونبيع المدرب ونمشي بتاع ونروح بقى نشجع الاهلي مثلا. يا جماعه لا، ده هي دي الرياضه، هي دي كره القدم. وارد جدا ان انا ابقى دي اوف او 2 و3 و4 بره، اي ايام انا بره مستواي، بره حالتي. فالفكره ان انا اكمل، ناوي تكمل ولا ناوي تقعد تعمل مناحه بقيه الموسم؟ حتى ده انا هسه، بس انا عايز ابرأ جماهير الزمالك من اللي بيحصل. اللي بيحصل من ده مش جماهير نادي الزمالك، لا، في بعض الناس انا مش متعود اقول الممولين ولا الماجورين ولا حتى ده مش متعود اقوله، لكن للاسف هم مش جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا انا متابعهم كويس، كله بيدعم كله ورا ظهر النادي. في اخطاء من الصغار للكبير، في اخطاء. كل حد فينا اخطا في ملف من الملفات، ونتيجه الخطا الخساره قدام النادي الاهلي. لكن انت عندك استعداد تصلح، ترجع،
تفكر وتعيد حساباتك، ولا هتقعد تمسك ربابه وتقطع في اللي رايح واللي جاي، ده يمشي وده يقعد وده نبيعه وده نسرحه، وبعدين ده كده لا تدار كرة القدم. انا هسألك سؤال وهجاوب اجابة، بمعنى وده كلام لحضرتك والاستاذ عبد الشايف والاستاذ منتصر، حتى الممولين، انت عايز تقول ان انا مخطئ؟ يا عم انا مخطئ طبعا مخطئ، ها انا مخطئ، عايز يعني انت كل هدفك ان لا انا ما بكلمش على خالد، لا انا كزمالك عندي اخطاء، انا ما بكلمش على خالد برضو، خلي بالك انا بتكلم على جهاز فني طبعًا. انا مخطئ، انا مخطئ كلعيبه، مخطئ انا مخطئ، مجلس اداره مخطئ، طب انا مخطئ، وبعدين انت عايز ايه؟ انت زملكاوي، طب خلاص يا عم الكل اخطا، الكل اخطا، وماذا بعد؟ عشان اقفل الصفحه دي، وانا عايزك معايا تدعم الكيان كلنا، لو انت زملكاوي بحق وحقيقي اقفل، وانا هقول لك بالنيابه عن الكل، الكل اخطا، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ عندي لاعبين بعيدين عن المستوى ودون المستوى، عندي لاعبين بدون المستوى، عندي لاعبين يحتاجوا إعادة نظر، عندي لاعبين يحتاجوا إعادة نظر، ماشي، عندي مدرب بيستفزنا وبيرتكب أخطاء ويبدو أنها متعمدة لآخر نفس، عندنا مدرب بيعمل الأخطاء دي، لكن في النهاية مش هستسلم لا لأخطاء المدرب ولا للاعيب اللي مش مقدر قيمة التيشيرت. لازم حضرتك تبقى عارف أنت بتلعب باسم مين ولابس لون إيه، مش قد اللون، مع السلامة، في التوقيت المناسب وكما ترى إدارة النادي والجهاز الفني. لكن انا مش هقعد، الزمالك مش حقل تجارب، اللي حصل ده درس، ودرس قاسي جدا. انا حتى يمكن قبل ماتش القمه كابتن خالد معاك قلت الفريق ما قالوش عندي دعم الا لحد يوم الجمعه، يوم السبت احنا اللي محتاجين دعم وجماهير الزمالك من الفريق في صوره فوز على النادي الاهلي. ما تحققش، مش هنقفل النادي بالضبه والمفتاح ونمشي، دي رياضه. يبقى انت كده حضرتك لمجرد انك كسبت دوري مرتين على التوالي هترفض مبدا الخساره؟ لا، الخساره وارده، تتعادل في مباراه وارد، ده كره قدم، وكرة قدم موازين قوة. النهاردة المنافس معنويا أعلى، كسب خلاص انتهى الموضوع، يبقى أنا عندي نقص في المعنويات، عندي سوء في توظيف مراكز بعض اللاعبين، عندي كسل عند لاعب واثنين وثلاثة، عندي حمل زايد على لعيبة كبار زي زيزو وإمام عاشور اللي كسبوني وفرحوني سنتين ثلاثة، لازم أعذرهم لما اللود بتاعهم ينزل، لما مستوى الكيرف أدائهم ينزل، لازم أتحملهم، هم مش آلات. الناس دي عملوا المستحيل السنتين اللي فاتوا، وخصوصا الموسم الماضي لما استلمنا برضو خسرانين من الاهلي بالخمسة الشهيرة بتاعة جباسكي والثمان نقط الفرق مع النادي الاهلي، كلنا قلنا يا رب نطلع التاني عشان نشارك في دوري ابطال افريقيا، وكنا بنقولها على الهوى لان احنا منطقيين، كل قضيتنا ان الزمالك ما يبعدش في التصنيف. أنا لكن عملت ايه؟ انت عملت اسطورة، عملت ملحمة، وخدت اغلى دوري في تاريخ النادي، ايه المانع ان انا اكررها؟ ايه المانع ما دام عندي ادوات البطل وشخصية البطل؟ فلا انا مش عايز النبرة بتاعت جماهير نادي الزمالك اللي انا واحد منها وبتشرف ما تبقاش انكساريه، ما يبقاش الناس مكشره، ما تبقاش الناس عندها تشاؤم، انت عندك مباراه مهمه جدا 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 بكره بعد ساعات، ان شاء الله تعدي المحله هترجع تاني، هتستعيد. انت فكرتك انك تحط رجلك تاني على طريق الانتصارات، في مشكله بتقابل وفي خلل بيقابل الزمالك في اخر 3 4 مباريات، هل الخلل هيستمر لنهايه الموسم؟ لا. هل المنافس هيكسب لنهايه الموسم؟ لا طبعا. في كرة القدم لسه ليها أسرار كتير في الملعب. أكيد. أنا أستعير كلمة المطرب والفنان الكبير الزملكاوي، لسه الأماني ممكنها، ويا ريت تجهز لنا الأغنية دي، لسه بدري، ولا أنا غلطان يا أستاذ عبد الشافي؟ لا أنت معاك حق يا أستاذ خالد. لو عاوز أقول حاجة، أنت بعد الهزيمة من النادي الأهلي خلاص إحنا لازم نقلب الصفحة وننسى ان حاسك فيه ماتش حصل وان في اخطاء حصلت، والتعامل مع الامور بحكمه وهدوء وحنكه زي ما عمل المستشار مرتضى منصور، تعامل بهدوء جدا حكمه ليه التعامل بهدوء وحكمه؟ حفاظا على استقرار الفريق، الاماني لسه ممكنه، الدوري زي الموجود. انا عاوز افكر بس جمهور الزمالك العظيم، على فكره جمهور الزمالك من امبارح احنا في ظهر الفريق وفي ظهر مجلس الاداره، الصفحات اللي بتشتم دي مش تبعنا، دي ناس بيقبضوا ومعناش مش تبعنا، لكن جمهور الزمالك اعظم جمهور في العالم من امبارح بيتكلم على دعم ومسانده الفريق، واقفل الصفحه، اقفل الصفحه وابدا صفحه، افتح صفحه المحله، افتح صفحه فيوتشر، افتح صفحه فاركو. صح. الزمالك يحتاج الدعم؟ يحتاج الدعم، في اخطاء، في اخطاء، اخطاء مدرب واخطاء لاعبين واخطاء كتير حصلت، لكن التعامل بحكمه وحنكه وقدرة على السيطرة على المواقف، ده أنا أشكر المستشار مرتضى منصور على ده لأسباب كتيرة،
واحد الحفاظ على استقرار الفريق، اثنين توفير او حمايه التماسك داخل الفريق، انه ما يحصلش هزه جوه الفريق، الفريق يفضل صامد مع التوقيت، كمان ايه تصحيح الاخطاء اللي حصلت، يعني ترتيب الاوراق من الداخل وبسرعه شديده جدا، الاستعداد لما هو قادم. وعاوز افكر جمهور الزمالك العظيم، الموسم اللي فات الزمالك انهى الدور الاول بفرق يعني كان متاخر 8 نقاط عن النادي الاهلي، واتغلب 5-2 زي ما قال صبح، والدور الثاني الماتش القمة انتهى اتعادلوا مباراتين، ما فيش فوز يعني في 5 نقاط طاروا منك، بس انت قبل نهايه الدوري باسبوعين كنت حسم بطوله الدوري. فالدوري موجود في الملعب، لعيبه الزمالك يقدروا يقدروا بالامكانياتهم يا استاذ خالد. الزمالك في مجموعه من اللاعبين يضم الحريفه، انت عندك لعيبه حريفه يحتاجوا بس لاعاده ترتيب اوراقهم في الملعب، توظيفهم في الملعب، مدير فني يستغلهم بشكل جيد، واداره النادي ما قصرتش. ده لاول مره في تاريخ نادي الزمالك مدير فني عنده صلاحيات مطلقه، لم يتدخل رئيس نادي ولا مجلس اداره ولا مشرف، ما حدش تدخل في عمل، صلاحيات مطلقه لمستر فيريرا. وزي ما احنا كنا نقول مستر فيريرا هو الصفقه الاهم وهو الاكبر زي ما حصل السنه اللي فاتت، احنا برضو احنا فيريرا في داره لان هو ما زال هو مدير فني لفريق الزمالك. ومن الحاجات المهمه اللي برضو خليني اتكلم عليها يا استاذ خالد، لما يخرج المستشار مرتضى منصور ويعتذر للجماهير، ايه قمه ايه العظمه دي، يعتذر الجمهور عشان خساره، ده دليل على التلاحم ما بين الاداره وبين الجمهور. انت لازم فريقك يقف على رجليه، ما نقعدش نقطع في الفريق. جمهور الزمالك العظيم من امبارح احنا في ظهر فريق الزمالك، في ظهر لعيبه الزمالك، اي حد هيلبس التيشيرت احنا معاه. فالهدوء ده موجود، الهدوء ده مطلوب، الدعم والمسانده. انا بقول لك فيريرا اول مدرب في تاريخ الزمالك يحصل على صلاحيات مطلقه. وعلى فكره وطوال اللي فتره قبل ماتش القمه دايما المستشار مرتضى منصور يقدم رسائل نصايح، رسائل تحذير بدون ان يتدخل، لكن كان يقدم نصايح للجهاز الفني، لكل لاعب يلعب في ملعبه وكل لاعب يلعب في مركزه وحاجات كتيره جدا. من الحاجات العظيمه ايضا ان بالاجماع في مجلس الاداره رفض استقاله امير مرتضى، لانه جزء من المنظومه، هو جزء من الاستقرار والهدوء والسيطره على الفريق. طبعا استاذ منتصر، وانا جايب لقطه على فكره، ده احنا بنتكلم وقدامنا لسه دور تاني بحاله وثلاث مباريات ابتداء من غد. انا هجيب لكم لقطه مفيش مصري نسيها او مفيش مصري هينساها، وانا عن نفسي مش هنساها طوال حياتي، بس هاسمع الاستاذ منتصر وهنروح عشان اوريكم قد ايه ان انت لازم تحارب، وقد ايه ان انت لازم تقاتل، وقد ايه لازم تعمل مجهود عشان انت كبير واسمك كبير، باسم نادي كبير تعمل وترجع اقوى مما كنت. بس هسمع الاستاذ منتصر. طيب انا هاخد من كلام الاستاذ عبد الشافي ان هو راس الهرم وراس المنظومه في نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، لما يخرج في المؤتمر الصحفي امس ويعتذر لجماهير نادي الزمالك، ده تاكيد ان هو اكثر حزنا منهم على حال فريق كره القدم، لانه هو كرئيس نادي وفر كل الامكانيات المتاحه، تعاقد مع كل الصفقات اللي الناس كانت بتتمناها المتاحه في سوق الانتقالات الصيفيه اللي فاتت. كون المستشار مرتضى منصور او حتى الجهاز الفني ببعض الاخطاء الفنيه اللي يسال عنها المستشار مرتضى منصور، فانا مش بينزل يلعب. المستشار مرتضى منصور راجل بيدير نادي كبير جدا، مسؤول عن عمال وموظفين، بيحجز على ارصده النادي في البنوك، بيحاول يوفر لهم الرواتب، مسؤول على تقديم خدمات لاعضاء الجمعيه العموميه في نفس الوقت، مسؤول عن دفع رواتب، مسؤول على منشات، على صيانه منشات، مسؤول ايضا على معارك كتيره جدا بياخدها من اجل الكيان، والبعض بيدخله في معارك شخصيه. هو في الاساس كان المعارك عشان نادي الزمالك، اللي كان هو على المستوى الشخصي علاقاته اسهل حاجه يتوب، علاقات ممتده ورائعه مع الجميع، انما هو لا يألو جهدا انه يعني يدخل اي معركه عشان نادي الزمالك مش عشان شخص مرتضى منصور. فالنهارده الحمله الشرسه اللي موجوده من بعض الابيضه والمرتشين، وعفوا ان انا بقول الكلام ده، على ناس المفترض انها بتتشدق بحب نادي الزمالك وهم ابعد ما يكون عن هذا يعني الانتماء او هذا العشق الكبير لكيان كبير جدا بحجم نادي الزمالك، كلنا نقدره ونجله ونحترم جماهير نادي الزمالك العظيمه الوفيه.
زي ما قال الاستاذ صبحي عبد السلام من امبارح في بعض الصفحات الابيضه المرتشيه اللي الناس اللي كانت بتديرها كانت بتمشي ورا مرشحين منافسين للمستشار مرتضى منصور في الانتخابات اللي فاتت تصوروا، والناس عارفه انا بتكلم على مين، على الواد هيثم العبيط. فبقول لك النهارده القصه بقيت قصه انت مالكش علاقه بالزمالك، انت عايز تهدم الكام، ازعل اغضب حقك كزملكاوي، لا كلنا زعلانين من الاداء، كلنا زعلانين، لكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن خالد، وماذا بعد؟ هل نهدم المعبد؟ هل نلغي فريق الكوره؟ هل اللعيبه اللي فرحتنا سنتين ورا بعض دول وانت ما كنتش منتظر منهم يفرحوك فجاه واحده بقوا وحشين؟ هل يلام مجلس الاداره ويجب ان تعلق له المشانق عشان حافظ على قوام الفريق بما فيهم احسن لعيب في مصر احمد سيد زيزو سنتين متتاليين، وكان ممكن بشرط جزائي معيب يخرج من نادي الزمالك سلام عليكم يتحط في اتحاد الكوره ومحدش له حاجه عنده، انما الراجل عشان والده محترم ولاعيب محترم ومجلس اداره محترم بيقدره مشوار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور جدد. فالفريق خد لك بطوله الدوري والكاس بالمدير الفني المحترم مستر فيريرا، نختلف على قدراته الفنيه، حتى فيريرا مش عايز اقصو عليه، لا ما احنا يعني حتى فيريرا خلينا اكلمك بامانه، ممكن ازعل نزعل صح، بس مش هقصو على فيريرا، ما هو فيريرا ده اللي عمل الفريق وكسب لك دوري وكاس وصنع و مش عايزين نبقى مبالغين لا في الفرحه ولا في القسوه، في ان احنا نقول فيريرا عبقري وبعدين نقول لك فيريرا ما عندوش فكره في يعني شهرين. انا بقول لك يعني بالراحه في اخطاء طبعًا. اداريه طبعًا. في اداره المباريات في اخطاء اداريه طبعًا. في مشاكل في مراكز اللاعبين، في مشاكل اداريه طبعًا. كل الجميع كل اطراف المنظومه بيعترف فيه. فيريرا نفسه في بعض المباريات لما اجرى تغيير طلع يعتذر لجمهور الزمالك طبعًا. لا بيكابر، انما في بعض العناد من فيريرا طبعا. مش مرتضى منصور بيقول كلمه رائعه جدا دايما في الحديث، هو انت بتعاند مع نفسك بالظبط من تقديره لهذا الرجل وتقديره ان هو مش عاوز تبقى علاقته الرائعه مع نادي الزمالك لدرجه انه اطلق اسمه على احد حدائق نادي الزمالك، انه النظره الكبيره والعشق من جمهور نادي الزمالك لهذا الرجل يتغير ويتبدل الحال 360 درجه باخطاء في اداره الجهاز الفني، عايزه يرجع لصوابه مش عايز هو يؤيده، اسهل حاجه يقول له مع السلامه ويمشي، انما النهارده المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره مع همهم وشغلهم الشاغل انهم يسعدوا جمهور نادي الزمالك ويفرحوا كل فرد في الزمالك. احنا عايزين ناخد حاجه بس يا كابتن خالد، اتفضل. هو ليه احنا دائما بنجيد جلد الذات؟ ليه بنشكك ويخون كل واحد ليه علاقه بنادي الزمالك وبيدافع عن نادي الزمالك، ومش قادرين نفرق ما بين واحد في عمله الصحفي في منظومه او في مؤسسه قوميه في بعض الفترات قبل اعلام الزمالك ما يخرج كان بيغطي النادي الاهلي وبيغطي نادي الترسانه وبيغطي الوزاره وبيغطي كل حاجه، ان لما بيدخل كليه الاعلام يا كابتن خالد ما بيقولناش والله انت هتدخل قسم الاهلي ولا قسم الزمالك، انت بتتخرج كليه الاعلام او مذيع بتقابل ده وبتقابل ده وعلى حسب توجه رئيس التحرير بتاعك شايف انك تغطي هنا، وانت مع شطارتك قبل قناه نادي الزمالك في ناس عملت في النادي الاهلي وده مش عيب، هم كصحفيين عشان نتكلم على البساط الاحمدي، انما لما جت قناه نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بخبرته الكبيره جدا وبرؤيته الثاقبه اختار مجموعه منتقاه من الزملاء الصحفيين والمذيعين والمؤدين هم الابرز وهم اللي الناس بفضل ربنا اول حاجه وبفضل المستشار مرتضى منصور ومداخلاته ودائما انه بيدي نادي قناه الزمالك الحصريات كلها في الوقت اللي كان كله بيلهس وراه عشان يعمل له مداخله، والناس كلنا رؤساء تحرير برامج بنروح نكلمه على البيت ونكلمه على المكتب ويقول لك اطلب من الساعه 11 اطلب من الساعه 10 عشان يعلي نسب المشاهده، الناس حاله النجاح الموجوده في نادي الزمالك في مؤامره كبيره جدا عليها دلوقتي وللاسف بيستغلوا الاخفاق الفريق، الزملكاوي الحقيقي يشجع الكيان، الزملكاوي الحقيقي يقف وقت مع الكيان وقت المحن مش وقت الافراح. طب ده ايه عظمه جمهور نادي الزمالك؟ عظمته دايما انه بيساند طبعاً. بيساندك عشان ايه؟ طبعاً. عشان تكسب مش عشان بتكسب، يعني مش عشان بتكسب باي طريقه. شفت الرسائل والاراء وحضرتك اللي قلته اخيرا مش بطولش عليك، هو ليه النهارده بقينا في زمن للاسف في زمن النهارده تقول على الحرامي اصل مؤدب شريف وعلى الشريف اصل صوته عالي وقليل ادب، عيب عيب، الحرامي هيفضل حرامي والشريف هيفضل شريف. حلو، انا عايز ابدا تاني، تعالوا نشوفوا بقى اصعب 10 دقايق من وجهه نظري في تاريخ كل من يعشق كره القدم في مصر. انا كمسؤول من اصعب الثواني او الدقايق اللي عدت عليا في حياتي، يعني الحمد لله دورتين زمالك دورتين اتحاد الكوره والمره دي امين صندوق. انا هفكركم بلحظه اوعوا تنسوها،
وشوفوا شخصيه البطل لما رجعت. اي نعم، موقف مختلف وحاجه مختلفه. فاكرين اللقطه دي يا جماعه؟ محمد صلاح، فاكرين اللقطه دي؟ طبعا، ده ماتش تاني لما دخل فينا الجول التعادل وحلم ملايين مصر كلها 1-1 في الكونغو في استاد برج العرب. انا اديت ظهري للملعب وفاكر كل السيناريوهات الحزن والاحباط اللي في حياتي. قام بص، قام عشان شوفوا بقى قام ازاي، وشوفوا بص هو بعد ما زعل هو نفسه زعل ازاي، شوفوا قام ازاي وانتفض ازاي وخد الكوره وراح على دايره السنتر. انا فاكرها ودرس في حياتي، كل واحد ياخدها زي ما هو عايز. الجمهور ياخدها، اوعى تستسلم. المدير الفني ياخدها، اوعى تستسلم. اللاعبين بتوعنا اوعى تستسلم. شوفوا لحظات الاحباط والحزن والبكاء زي ما حضراتكم شايفين. الاحباط على مين؟ على نجم مصر والفوقان محمد صلاح. والفوقان بقى شوفوا ما بين دي ودي ثواني. ثواني طبعا. شوفوا قمه العظمه، ادي محمد صلاح اهو النجم والقدوه لكل لاعب كره قدم، النجم والقدوه لكل من يعشق كره القدم. بصوا اهو انتفض، اهو بيكلم الجمهور شجعه، هياخد الكوره ويروح على دايره السنتر ويحطها ويكلم لعيبته بيسقف لهم، وربنا يكرمنا ونسعد كاس عالم ان شاء الله. كل ده ما في اقل من 10 دقائق. 10 دقائق ضربه جزاء، مش بنتكلم في دور تاني وثلاث مباريات، لا ده الكلام اللي انا بجيبه لحضراتكم ده ما خدش معاه ما بين الاخفاق والاحباط للتفاؤل والطموح والقتال والمنافسه دقيقه في الملعب. شفتوا اللقطه دي؟ لقطه كل واحد ياخدها زي ما هو عايز، الجهاز الفني ياخدها، الجمهور اللي بيحب نادي الزمالك ما يحبطش ياخدها، يشوف المسؤول لو اخطا في قرار ياخدها ويرجع اقوى مما كان. اللقطه دي من وجهه نظري مؤثره جدا في حياتي، عشان كده جبتها النهارده في الحلقه، في الحلقه عشان دايما حاططها في ذهني، ان حتى لو انت اخطات واحبطت والظروف قادتك لموقف صعب، لازم تقوم بحجم كبريائك، بحجم ان انت قوي، بحجم ان انت كبير. دي مصرنا الحبيبه واللي ما فيش اغلى منها، دي القدوه، وده محمد صلاح اكبر نجم في مصر. بس انا اكبر قدوه كمان بالنسبه لي جماهير نادي الزمالك طبعا، اللي مع الانكسارات بتزيد ومع اي سقوط بتدعم وصوتها بيعلى. طبعا جماهير الزمالك قماشه مختلفه، والله لا بغازلهم ولا بتاع، بالعكس احنا من جماهير نادي الزمالك، احنا اتعودنا ان جماهير نادي الزمالك بتقف معاه يعني اكتر في المشكلات يا كابتن خالد لما بيواجه ازمات، مش في الافراح. في جماهير تانية بتشجع فرقها لانها بتاخد بطوله، لا احنا بنشجع فريقنا عشان ياخد بطوله، ووقت ما تيجي البطوله اهلا بيها، لكن طول الوقت احنا في ظهر نادي الزمالك. انا هنا بيحضرني يعني يمكن جمله كان دايما يقولوها، يقولك في حاله الانتصار ازداد لك فخرا، ازداد بك فخرا، في حاله الانكسار ازداد اليك عشقا او بك عشقا. يعني ده جمهور نادي الزمالك، دي الترجمه الحقيقيه لمشاعر جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك بتحب الكيان سواء فايز او خسران، لكن اللي بيعز بقى في نفوسنا احنا واللي اثر فينا اللي قاله منتصر، انه يطلع ناس منك مش من حد تاني، مش مننا، خلي بالك مش منك، لا مش مننا، لا انا بتكلم ناس محسوبه على الزمالك او بيحسبوا نفسهم على الزمالك. عشان كده يا استاذ صبحي، انا ما هو ده اللي يزعلك يعني. انا في وقت انا ولا بكمل جمله، انا هسيبك والله. في وقت النهارده النادي الاهلي بيعمل 40 قضيه على مرتضى منصور، في وقت عماد متعب طالع يقاضي الزمالك، في وقت كهربا طالع بكره عنده ماتش ولا بتاع، ولجنه الانضباط لحد النهارده لا اجتمعت ولا خدت فيه قرار، وانا قاعد بتكلم على السوشيال ميديا، بعض السوشيال ميديا الزمالك. ما انا عشان كده بقول لك إيه؟ يا جماعه احنا في غيبوبه. عشان كده بقول لك إيه؟ يا عم فوق يا جماعه، اللي بيحصل للفرقه يا عم انا غلطان. وبعدين مش هتقف جنب نادي الزمالك؟ يبقى انت مش زملكاوي. ما يقفش تشجيع الزمالك لازم على اصحاب القلوب الضعيفه. بص اللي ما عندوش قلب قوي واللي قلبه مش ميت يدور على فرقه سهله بتجيب بطوله بتجيب بتاع، روح شجع حد تاني. الزمالك للرجال فقط، تشجيع الزمالك للرجال فقط، اصحاب القلوب الضعيفه ما لهمش مكان في المنظومه بتاعت نادي الزمالك. لا والسيدات والبنات والاطفال، لا ما هم رجاله برضو. طبعا اي ست طبعًا او بنت زملكاويه فوق راسي ده تشجيعها وفهمها لكره القدم بيفوق فهم بعض الرجاله عند بعض انديه تانية. انا مش انا بقولها جزافا يعني، كلهم رجاله بما فيهم ستات نادي الزمالك. بالعكس والله اكثر تعصبا للزمالك سيدات الزمالك من بعض الرجال.
فالفكره يا كابتن خالد انا بقول لك ان الزمالك عنده ظروف مختلفه، نادي مختلف، نادي بيحارب منظومه كامله، نادي طول الوقت، وده حلاوته طبعا. يعني انا واقف مع المستشار مرتضى منصور، انا اول مره اشوفه منشور والله، لقيته واقف بيتخانق في التليفون عشان موضوع كهربا والعقوبه اللي لازم تطلع. انا قدرته وبعدت عنه مشيت، لانه كان في حاله انفعال كبيره جدا، مش مهم اقول كان بيكلم مين، لكن الفكره انك انت طول الوقت لازم تبقى عينيك مفتحه. خسرت ماتش هفضل طول الوقت باصص قدامي؟ هفضل باصص في الارض ونازل على وشي زي ما كان باسم بيعمل دلوقتي محمد؟ يبقى مش هقوم، مش هرجع، مش هتعوج تاني، مش هوصل لمنصه التتويج. كابتن خالد بقولها للمره الالف، جماهير نادي الزمالك انتوا السند وانتوا الظهر، لو استمرت حاله الانقسام او حاله التوتر اللي موجود او بعض الماجورين، انا هضطر اقولها بقى، اسمهم ايه بيضه بتقول؟ بيضه مرتشي. حاولوا ان هم يلعبوا بعقول جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك اقوى من كده واوعى من كده، لانها بتشجع الزمالك للمتعه مش لللقب. مش بقعد اعد عندي 42 و45، لا 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 لا، جماهير عندها وعي، بتطلع عشان عشقها 90 دقيقه لنادي الزمالك. فبالتالي انا ما عنديش شك خالص في ولاء وانتماء ودعم جماهير نادي الزمالك الحقيقيه لفريقها. احنا عايزين نفوق، لان في ملفات اهم من احنا نقعد نشكك ونخون في بعض. هو ده، انا هاخد من اخر كلامك قبل ما اروح للاستاذ عبد الشافي. حتى لو زعلانين من بعض الشخصيات، المستشار مرتضى فتح يمكن قلبه وايده ومدها اكتر من مره، وانا هو بالنيابه عن انا عارف ان في مجموعه من نقادنا الرياضيين، وانا اروح للاستاذ عبد الشافي لمس مع الاستاذ منتصر قال عليها شويه، وانا هروح اخد راي الاستاذ عبد الشافي نفسه. بيهاجموا النقاد الرياضيين عندنا في قناه الزمالك، وجابوا لهم فيديوهات قديمه اثناء وجودهم في قنوات اخرى. يا عم حقك عليا، انا بقول لك ما تزعلش منهم. حلو اول ملف ده كمل فيها كابتن خالد، ما تزعلش منهم الموجود. حتى لو اخطاوا وانا بالنيابه عنهم بقول لك ما تزعلش، احنا عايزين نروح كلنا نتجمع على نادي الزمالك. ممكن ابقى في وقت معين كنت مخطئ، بس دلوقتي مع نادي الزمالك. ما تزعلش لو خدت قرار ما عجبكش، بس ركز دلوقتي معايا في نادي الزمالك. انا مخطئ بالنيابه عن اي حد اخطا من وجهه نظر اي حد بيحب نادي الزمالك. بس استاذ عبد الشافي، استاذ خالد، من الشجاعه الاعتراف بالخطا، والاعتراف بالخطا ده فضيله ودايما بيقدمك للقدام. انا اقول لك جمهور الزمالك الحقيقي اللي في العشريه السوداء كان شعاره سنظل اوفياء، العشرية السوداء اللي الزمالك ما شافش فيها بطولات، وكان عشرية يعني ضد التاريخ وضد المنطق وضد كل حاجة. لكن هذه الصفحات الأبيضة والمأجورين، والصفحات دي مش كتير، أنا ممكن أقول اسمها ومين اللي بيمولها. لا يا ماشي بلاش، خلينا يعني في العشرية السوداء أنا مش ما سمعتش عن أم الصفحة دي. الصفحة اللي نازلة شتيمة فينا كلنا في العشرية السوداء، ما كانش موجودة ليه؟ ولا عشان أنتوا كنتوا بتدعموا الجماعة اللي خدوا صفر؟ حد يقول لي انتوا بتاع الجماعه بتاخدوا صفر؟ لكن جمهور الزمالك الحقيقي هو اللي كان رافع شعار سنظل اوفياء في العشريه السوداء، ودلوقتي رافع شعار الانتصارات. طبعا الزمالك هو حامل لقب الدوري، الزمالك هو الدوري سنتين ورا بعض، الزمالك هو بطل الكاس، الزمالك لسه قدامه كاس مصر 2023 23 الموز الجديد يعني، عنده افريقيا. اخبار جميله بالنسبه لجماهير نادي الزمالك في البث التلفزيوني، و70 مليون جنيه، وده خبر انفراد لزملكاوي، والاعلانات شيء رائع جدا. ده 70 مليون اضافي عن عقد البث اللي قبل كده، واعلانات لقناه نادي الزمالك، و16 محل 8 و8 ايرادهم ان شاء الله يصل ل 200 مليون جنيه زي ما المستشار مرتضى قال، وده شيء رائع جدا جدا جدا، تدعيم لكل الفرق الرياضيه، وان شاء الله تكمل بكره بالفوز. ما اختلفناش انا والمستشار، ده بالعكس. لا بس انا عايز اوضح حاجه، هو لما قال لك دخل لا 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 كبر دماغك، لا بالعكس، هو لما بيخش يدعب حد ولا يوجه حد يقول لك ده اعتذار لجماهير نادي الزمالك. ما اختلفناش، اولا انا مبسوط ان احنا استفزناه ودخلناه. طبعا ده انا سعيد. دي نمره واحد. نمرة اتنين، انت ما كنتش تقصد اعتذار بمعنى اعتذار، يعني انا واحد من الناس، كل واحد فينا، عايز اقول جملة الاول للناس اللي بيتكلم عليه المستشار، احنا قاعدين اخبار اهرام جمهورية، يعني احنا تاريخ مصر، دي نقطة. النقطة التانية، ايوة معانا الاستاذ محمد رجب اخبار، استاذ ايهاب الفولي وكريم ابو حسين
وشرقاوي مصر اليوم صحفيين كبار ونجوم طبعا. عندنا عمرو الدرديري اهرام طبعا. عندنا عمر الايوبي رئيس القسم الرياضي في المصري اليوم في اليوم السابع عندنا في اليوم اسف في اليوم السابع عندنا علي بركه في الاهرام. يعني احنا اصلا الحمد لله رب العالمين ناس مؤهلين وده شغلنا طبعا. فبرضه احنا مش فوق النقد قول له بس شتيمه لا انتقد زي ما انت عايز طبعا. لكن ما تشتمش يعني هو طبعًا. اللي بيستفزك الشتيمه. احنا النهارده وانا قاعد هنا يمكن انا والزملاء ما فيش مره طلع من عندنا لفظ مسيء لحد حتى في النادي المنافس خالص. احنا بننتقد لان احنا اسمنا نقاد رياضيين. احنا جايين هنا نأدي وظيفه ودور. الفيديو بتاع نمره 2 يا كابتن خالد لا اوضح حاجه بس والمشاعر. عشان الاخوه اللي مطلعين لي مقالات وانا بنتقد مرتضى منصور في فترات سابقه انا باقر واعترف ان انا كاتبها يا ابني انت وهو ده وظيفتي وما فيش حد على خلاف مع حد طول الوقت. النهارده انا مختلف معاك يا كابتن خالد بكره حبايب ما هو هي دي سنه الحياه طبعا. فانت ما حدش هنا احنا بنتمسكش من ايدين. احنا في ظهر نادي الزمالك وفي ظهر مستشار مرتضى منصور وقد حملاتكم 100 مره ولا والله من هنا وبتطلع من هنا ما فيش مشكله. فانا عايز اقول لك لا طبعا انا مبسوط جدا بالكلام ده وكنت اتمنى ان النهارده يطلع قرار خبر بايقاف كهرباء لان ده طبيعي والا يبقى احنا عايشين في جزيره تانية غير العالم. يعني الاهلي جزيره غيرنا يعني كل العقوبات اتطبقت تقريبا وكل اللوائح على نادي الزمالك كل العقوبات وكل اللوائح واللي اتعمل التفصيل من ايام ابراهيم سعيد لحد النهارده وباسرع وقت وباسرع وقت. النهارده انت حضرتك قاعد ومحدش فينا بيقول كهربا مصيره ايه وهيلعب بكره خلاص ده استفزاز ما بعده استفزاز. فوق يا جماعه وعايزين نلتف حوالين نادي الزمالك. في البدايه انا عاوز اوجه الشكر والتحيه والتقدير للمستشار مرتضى منصور وده دايما عاده المستشار مرتضى منصور ان هو مع رجالته مع النادي مع الجمهور ده دايما ده فلازم اقول له شكرا سياده المستشار طبعا. مداخله النهارده من اهم المداخلات اللي عملها سياده المستشار جد. بس عاوز اقول حاجه الصفحه اللي بتشتمنا دي هي صفحه ماجوره مدفوعه لكن في صفحات كلها زملكاويه تدعم محترمة. القناه وتدعم الزمالك وتدعم المستشار وتدعم الفرقه ده جماهير الزمالك المحترمه دي جماهير الزمالك المحترمه طبعا. لكن الجماعه الابيضه زي ما قال منتصر مش الناس اللي على الصفحه ماشي دول ممولين. انا سالت سؤال واحد هي الصفحه اللي بتشتم فينا دي ليه سكتت 10 سنين على العشره السوداء ليه ما تكلموش ليه بس ما تدومش اكبر من حجمهم بقى ما تدومش اكبر من حجمهم مش عايز اديهم اكبر من حجمهم لا النقطه اللي بعدها بس خلينا النقطه اللي بعدها يا استاذ خالد إمام عاشور اتعاقب قبل يطلع من أوضة اللبس عمرو زكي بالشفايف اتعاقب قبل يطلع من الملعب كهرباء عقوبته فين حد يطلع يقول لنا ليه ما تعاقبش وهناك اعترافات رسمية وفيديوهات رسمية قدمها نادي الزمالك وتحولت للانضباط اشمعني العقاب سريع عند الزمالك وخلف اللوائح كمان والعقاب مش سريع عند المخطئ والمرتكب الجريمة في النادي المنافس. انا عايز اعرف ليه ما فيش عقوبات لغايه دلوقتي. فالزمالك ان شاء الله يكسب بكره كلنا مع الزمالك احنا هنا بندافع عن الزمالك. يحسب للمستشار مرتضى منصور انه هو مؤسس اعلام الزمالك هو مؤسس اعلام الزمالك اعلام قبل يتاسس القناه ثم قناه نادي الزمالك ويكفي فخرا لكل زملكاوي انه عنده قناه اسمها قناه الزمالك طبعا. وبرضه انا نسيت مصطفى جويلي نسيت مصطفى جويلي واحنا بنتكلم برضه طبعا مصطفى جويلي عالم الوفد يعني لا 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 المستشار اتكلم اخيرا قبل ما نختم. طيب بالتاكيد بشكر المستشار مرتضى منصور على المداخله القيمه والاخبار الساره اللي زفها لجمهور نادي الزمالك عادته دائما فيما يتعلق بزياده عقد البث 70 مليون جنيه الثمان محلات او 16 200 مليون جنيه تقدم بشكوى لاعلانات القناه كمان اعلانات القناه بالتاكيد ده مورد ورافض رئيس ان شاء الله طبعًا. هيبقى في خزينه نادي الزمالك مشاركه طبعا الشركه المتحده للاعلام شركه طبعًا. محترمه جدا طبعا كل القائمين عليها طبعا ناس محترمين للغايه ودي شراكه استراتيجيه رائعه ما بين الزمالك والشركه المتحده الخدمات الاعلاميه. اهم برضو من الملفات المهمه هو كل الكلام مهم انما فيما يتعلق بارسال خطاب للفيفا او شكوى للفيفا ومذكره بلغتين للاتحاد الدولي المحكمه الرياضيه بشان كهرباء ومشاركته في المباريات والتمسك بحق نادي الزمالك المشروع في العقوبه الماليه كلها اخبار رائعه. عوده شبانه برضو كان مناشده او يعني الحديث مع الحاج محمد مصلحي انه يعيد الحقوق ده في الاتحاد ده محمود علاء تمام انه محمود علاء بالتاكيد كلها اخبار رائعه جدا. عايز اقول للمستشار مرتضى منصور احنا لن تنل من عزيمتنا هذه الحملات الرخيصه ان احنا دائما
دائما في ظهر كيان نادي الزمالك، دائما بندعم جمهور نادي الزمالك، دائما في ظهر حضرتك، ونتشرف ان احنا موجودين في المنظومه الاعلاميه نادي الزمالك وانت على راس الهرم، وبنؤمن بمشروعك لاعاده الهيبه واعاده العنفوان والبريق لنادي الزمالك والبطولات وكل الثورة الإنشائية التي أحدثتها في نادي الزمالك. ولولا وجود المستشار مرتضى منصور في 2014 لما كنا هنا في هذه القناة العريقة، ولما كان نادي الزمالك في هذا الصرح العملاق الذي يعني يأتيه كل صوب وحد من جميع أطراف العالم بيشيد بهذه المنشآت اللي بتخدم يعني المنتخبات الوطنية وناشئينا وأبطالنا وألعابنا جدا. فإحنا الحملات المسمومة ده كابتن خالد ان شاء الله تعالى يعني احنا ما بنبصلهاش، ومش محتاجين نقعد نبرر احنا مين ولا اللي متصور صوره داخل النادي الاهلي مع زمايل ليه بيشتغلوا في النادي الاهلي في 2017 تيجي تقول ده اهلاوي وتقعد تشكك والحملات دي كلها. اهم حاجه ان احنا بنحب نادي الزمالك وبندافع عن نادي الزمالك، وفخورين جدا 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 ان احنا مع قيمه اعلاميه كبيره جدا بحجم الكابتن خالد لطيف على منضده واحده في قناه نادي الزمالك، وده حقك وانت اضافه كبيره جدا، ولولا انك انت اضافه كبيره جدا المستشار مرتضى منصور ما كانش انتقاك لامانه صندوق نادي الزمالك امين خزانه نادي الزمالك ولا يعني تبقى موجود في هذا المكان العريق على قلوبنا كلنا. ربنا يخليك استاذ منتصر. مش انا هاخد من كلام المستشار مرتضى، ما حدش هيشتت، هم عايزين يشتتونا، مش هنتشتت وهنركز، وان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله الزمالك يحافظ على الدوري للمره الثالثه. لسه فاضل 3 مباريات في الدور الاول والدور الثاني بالكامل ان شاء الله. يعني بشائر كده صفقات جديده اعلن عنها المستشار مرتضى في خلاص في اللحظات الاخيره منها ان شاء الله تتمم على خير، وبدون ذكر اسماء عشان ما نزودش في الاسعار. كلها اخبار جميله جدا جدا جدا، لازم يبقى عندنا طموح وقتال على صنع المستقبل بعد تاريخ كبير جدا جدا لنادي الزمالك. بشكره على مداخلته ودايما بيقول لنا الاخبار الجميله جدا في قناه نادي الزمالك وفي زملكاوي. بشكرك يا استاذ صبحي، شرفتني ونورتني. شكرك يا استاذ عبد الشافي. شكرك يا استاذ خالد، بس خليني اقول كلمه. فضل. احنا مش شايفينهم. بشكرك يا استاذ منتصر، عايز اقول كلمه. اسالوا اللي مشغلينكم، هم كانوا عايزين يعملوا ايه معانا عشان نبقى معاكم، بس احنا لا مرتزقه ولا ابيضه، احنا ناس محترمين، صحفيين محترمين، بنحب نادي الزمالك وبنقدر كثيرا المستشار مرتضى منصور واللي بيعمله لنادي الزمالك. حضر الاغنيه هنختم بيها حلقتنا النهارده، وتصبحوا على خير.